طب عايز هنا حوار بيقول ايه؟ لك ايه هو البارت اوف امبلانت بتوين فيكشر اند كراون، ايه هو الجزء اللي بيكون موجود في الامبلانت، بيبقى ما بين الفيكشر اللي هو المسمار اللي بيبقى تحت اللي بيخش في العظم، والكراون اللي هو التلبيسه. البارت اللي ما بينهم او الجزء اللي ما بينهم او الحاجه اللي ما بينهم بتكون اسمها ايه؟ دي اللي هي الاباطمنت اللي هي بيتحط عليها السن، دي اللي هي الاباطمنت اللي بيتحط عليها السن. طب اللي بيغطي الامبلانت في المرحله بتاعت التو ستيج اللي بنعمله عشان يغطي الامبلانت في مرحله التو ستيج اسمه ايه؟ عشان برضه بيجي في التعريفات وساعات بيجي في الصور. اللي بيغطي الامبلانت في مرحله التو ستيج اسمه ايه؟ الهيلينج ابارتمنت لا، في مرحله التو ستيج، في مرحله الهيلينج في المرحله الاولانيه، مش الهيلينج ابارتمنت دي في الاخر، المرحله الاولانيه. الكفر الكفر سكرو اللي بيغطي الامبلانت الاول، لما يجي يقول لك في المرحله الامبلانت في الاول او في المرحله الاولى بتاعه التو ستيج اللي هي التو ستيج، ده اللي هو الكفر سكرو، اللي هو عامل زي غطا الحله كده او شبه الغطا بتاع الحله، اللي هو الكفر سكرو، اللي هو الكفر سكرو اللي هو ده الغطا ده اللي بينزل على الامبلانت، ده الكفر سكرو. ده لو جابوا له برضو ده الجزء ده اللي بيمسك ما بين الامبلانت اللي هيقعد فيه الاباطمنت، ده اسمه امبلانت اباطمنت انترفيس. واللفه بتاعت الامبلانت او الحلقه اللي بتبقى بتاعت الامبلانت في بدايته دي اسمها امبلانت كولر، عشان لو جه في الاسئله وجه في الاختيارات بعد كده وجت في الاسئله. طيب بعد ما بنشيل الكفر سكرو المفروض في حاجه بنحطها قبل ما نحط الاباطمنت، ايه هي؟ بعد ما تشيل الكفر سكرو في حاجه بنحطها قبل ما نحط الابارتمنت، هي الهيلينج ابارتمنت اللي احنا قلنا عليه. بتقعد قد ايه الهيلينج ابارتمنت، او بتقعد مده قد ايه؟ بنحط الهيلينج ابارتمنت مده قد ايه؟ بنحطها 4 اسابيع، بنحطها 4 اسابيع. طيب الارقام بتاعت الامبلانت اللي هي الارقام اللي ما بين الامبلانت وبعضها دي مهمه جدا برضو، بتيجي في الاسئله كتير. لو جه قال لنا، خلوا بالكم يا جماعه عشان بيجيبوا السؤال ده بصيغتين، لو جه قال لك المسافه ما بين الامبلانت والامبلانت يبقى 3 مللي، لكن ساعات بيجي يقول لك المسافه ما بين السنتر بتاع الامبلانت والسنتر بتاع الامبلانت، يبقى ساعتها نشوف قطر الامبلانت ده كام. غالبا القطر المستخدم اللي هو 4 مللي، يبقى نص القطر هيكون 2 مللي، وهنا نص القطر هيكون مللي، يبقى هنحسب 2 مللي و2 مللي هيبقى 4، وزائد الثلاثه اللي ما بينهم يبقى كده المسافه ما بين السنتر اوف امبلانت للسنتر اوف امبلانت هتكون 7. وساعات بيجي يقول لك المسافه ما بين السنتر اوف امبلانت وتوس، لو سنتر اوف امبلانت وتوس سنه، يبقى هنحسب المسافه ما بين الامبلانت والتوس بتكون 1.5، هنضيف عليها نص قطر برضو، يبقى ساعتها هيساوي 3.5، ساعتها هيساوي 3.5. فخدوا بالكم في السؤال، عشان ساعات بيجي يقول ما بين حاجه وحاجه، او ساعات بيجي يقول ما بين سنتر اوف كذا لسنتر اوف كذا، او سنتر اوف كذا لمسافه كذا، فدي برضو نقطه مهمه. طيب حساب الجرعات دي مهمه جدا 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 جدا، وبتيجي في الاسئله كتير جدا جدا وبتتكرر كتير. هنا بيقول لك المريض مريض عمره 25 وزنه 50، النقطه اللي تفيدنا في السؤال الوزن ال 50 والحجم اللي هو بتاع الكربولة 1.8، 1.8، وان هو فيه ابنفرين، دول ال3 حاجات اللي يفرقوا معانا، دول اللي نطلعهم لبره لما نيجي نحسب حساب الجرعات او نحسب الحساب بتاع الجرعات. هنطلع بره ان هو وزنه 50 ومعاه ابنفرين، فيه ابنفرين، والحجم بتاع الكربولة او الكربولة كام مللي، الحجم بتاع 1.8 مللي. دول ال3 ارقام اللي هنحل بيهم السؤال. هنضرب ال50 اللي هي الوزن، لما الكربولة يكون فيها ابنفرين بنضربها في 7، لو الكربولة ما فيهاش ابنفرين وزاوت ابنفرين بنضربها الوزن في 4.4. فهنا 50 هنضربها في 7 هيدينا 350، كده ده كل الحجم او كل الكمية اللي يقدر يتحملها من الأنستيزيا. أنا عايز أشوف بقى كل كمية الأنستيزيا دي هتعمل كام كربولة أو هتبقى كام كربولة. لو الكربولة كان الحجم بتاعها 1.8، لو ضربناها في 2 يبقى 36، نضربها في 2% يبقى 36، يبقى كده كل كربولة بيكون مفروض فيها 36
من المخدر او وزن من المخدر، فنقسم ال 350 على 36 هيطلع لنا كام؟ هيطلع لنا حوالي 9 تقريبا. طب لو كان جاب لنا نفس السيناريو دي وقال لنا ليدوكاين ويز اوت ابنفرين هنعمل ايه؟ لو جاب لنا نفس السيستم كده بالظبط ويز اوت ابنفرين هنعمل ايه؟ بدل ما نضرب الكربوله في 7 الوزن في 7 هنضربه في 4.4، بدل ما نضرب الكربوله او نعمل الكربوله على 7 نضربه في 4.4، هنضربه في 4.4. هو احنا ليه اصلا حجم الكربونه الواحد 8 خلينا 36؟ ايه ليه حجم الكربونه الواحد 8؟ لا لا ليه حجم الكربونه بقى 36 ازاي؟ ليه ضربناه في 2 دي؟ اللي هو ده بالملي، ده بالملي، ده الحجم بالملي. انا عايز اشوف فيها وزن قد ايه بقى، عايز اشوف بالوزن كم ملي جرام. في فرق ما بين الحاجه اللي هي ملي يعني حجم والحاجه اللي هي ملي جرام يعني وزن اقدر اشيله بايه. لما انا بضرب ال 50 كيلو جرام ده في 7 انا كده طلعت الوزن كله مش الحجم كله. فانا عايز احول الكربوله دي اللي هي كحجم، عايز اشوف فيها كميه انستيزيا قد ايه او كميه مخدر قد ايه. فبنعمل لها طريقه ان احنا بنحولها من الملي زي الطريقه بتاعت الدوز، بتاعت الكالكوليشن بتاعت الدوز اللي احنا قلناها، بنحولها من ملي نحولها لملي جرام زي هنا كده بالظبط. بنضرب ال 2% في 10 في 1.8 ادتنا كده كميه المخدر او الكميه بتاعت المخدر اللي موجوده في قلب الكربوله اللي هي 36. وخلوا بالكم عشان ساعات بيجي يقول لك طب لو تركيز 2.2، هو هنا جايب لنا الحجم بتاع الكربوله كان 1.8، طب لو حجم الكربوله كان 2.2 يبقى هنعمل نفس الضربة دي وهنطلع الرقم هيبقى 44 ساعتها، هنطلع الرقم هيبقى 44. يبقى كده المريض ده يقدر يتحمل كام كربولة أو يقدر الماكسيمم الكربولز عنده قد إيه؟ 9 كربولات، 9 كربولات. يبقى كده الماكسيمم بتاع الكربولات عنده 9 كربولات. فاهمينها كده يا جماعة؟ فاهمينها كده؟ يبقى الاول بنجيب الوزن، لو في ابنفرين هنضرب في 7، لو ويز اوت ابنفرين هنضرب في 4.4، وبعد كده نجيب الحجم بتاع الكربوله نحوله لوزن. نحول الحجم بتاع الكربوله لوزن ازاي؟ لو الكربوله 1.8 يبقى الوزن بتاعها 36، لو الكربوله 2.2 يبقى الوزن بتاعها 44، ونقسم على الرقم اللي احنا ضربناه في الاول يطلع لنا عدد الكربونات او يقول لنا المريض يقدر يتحمل كم كربونه. طيب الديابيتيك بيشنت لوست توث، ليه الناس بتوع السكر بيفقدوا اسنانهم او اسنانهم بتقع او الاسنان بتاعتهم بتقع؟ ليه الناس بتوع السكر الاسنان بتاعتهم بتقع؟ عشان البريدونتايتس، بيبقى عندهم بريدونتايتس. طب لو جاب لنا نفس السؤال ده وقال لنا ليه الناس بتوع السكر لايبل للانفكشن، معرضين للعدوى اكتر من اي بني ادم تاني، ليه؟ ليه الناس مناعتهم بتقل ديكريز ايوه، ايه بقى الكلمه بتاعتها؟ هي مش هتيجي كده، ايه الكلمه بتاعتها؟ يعني ايه المصطلح بتاعها؟ ماشي، هي المناعه بتقل، ايه المصطلح بقى بتاعها؟ الله ينور عليك، ان هي بتقل المناداه بتاع حاجه اسمها المناداه، ان خلايا المناعه بتتنادى عليها في المكان اللي فيه الانفكشن اللي هي اسمها كيموتاكسيس للنيتروفيلز. النقطة دي بتبقى مش مفقودة ومش موجودة في الناس بتوع السكر، تفضل البكتيريا تخش أو الإنفكشن يخش محدش ينادي على خلايا المناعة ويقول لها إن في مشكلة هنا، فبتفضل الإنفكشن شغال ويعمل التدمير بتاعه ويعمل الإنفكشن ويعمل النكروزز ويعمل كل حاجة من غير ما حد ينادي على خلايا المناعة اللي هي اسمها كيموتاكسيس أوف نيتروفيلز أو نيتروفيلز كيموتاكسيس. طيب الاير ديفيشنسي انيميا اللي احنا قلنا عليها، احنا قلنا حجم المين كورباسكولار فوليوم مفروض ان هو حجم كرات الدم الحمراء في المجمل بتاع الدم او في مجمل المحتوى بتاع الدم، المفروض ان هو يكون من 80 ل 100، ده النورمال، ده الطبيعي، ده كويس. مين بقى اللي بيخليها صغيره او بيخليها تصغر، يخليها اقل من 80؟
انيميا الحديد الاير والثلاسيميا، انيميا البحر المتوسط، انيميا الحديد اللي هي الاير وانيميا البحر المتوسط اللي هي الثلاسيميا. طب مين يخليها تكبر؟ مين يخليها اكبر من 100؟ يخليها اكبر من 100 او ادخل من 100 او اكبر من 100؟ البرنيشيس انيميا، البرنيشيس انيميا، البرنيشيس انيميا والفوليت انيميا. طب مين بيخليها نورمال؟ يخليها 80 ل 100. اه هو عنده انيميا بس ما فيش حجم كرات الدم الحمراء ما بيصغرش، بيفضل هو نفس الحجم من 80 ل 100. السيكل سيل انيميا اللي هي بيسموها انيميا الدم المنجليه. طب ليه انيميا الدم المنجليه ما بتصغرش الحجم بتاع او ما بتصغرش الحجم في المطلق بتاع الار بي سي او بتاع كرات الدم الحمراء؟ هي اه شكلها بيكون منجل بس تحت التنشن او تحت الضغط او تحت ظروف معينه، لكن في الطبيعي هي بتبقى قاعده طبيعيه وبتبقى بصوره طبيعيه، لكن بتتحول لشكل صغير او تصغر او شكل كرات الدم الحمراء يصغر او الحجم يصغر تحت التنشن او تحت الضغط او تحت ظروف معينه. ودول مهمين برضو بيجوا في الاسئله كتير. طيب بيقول لك patient develop sweating and palpitation before treatment. خلي بالك، قال لك المريض لو قبل ما نبتدي العلاج او قبل ما نبتدي بادي له الابره او قبل ما ادي له التخدير، يبقى كده حاجه كومبليكيشن للنيدل، للابره نفسها، لان هو شاف الابره وكان في دماغه ذكريات سيئه عن موضوع الاسنان والخوف من النيدل والحاجات دي، فحصل له ابتدى يعرق وابتدى يغمى عليه، هيغمى عليه او هيروح في حاله اغماء اللي هي بتيجي كخوف من الابر او خوف من العلاج بتاع الاسنان نفسه. يبقى كده المريض ده حصل له ايه؟ فازو فيجل اتاك او حصل له فازو فيجل سينكوب. طب بنعالجه ازاي؟ التريتمنت بتاع المريض ده ازاي؟ عشان برضه بيجيبوا التريتمنت بتاعه كتير. العلاج بتاع المريض ده ازاي؟ بتاع الفازو فيجل اتاك. غير البوزيشن بتاع الكرسي. اعمل له ترندلبرج بوزيشن اللي هو بيبقى راسه لتحت ورجله لفوق عشان الدم يجري ويجري ويجي بصوره سريعه من الرجل من المنطقه العاليه ويوصل للمخ، فاكننا بننعش المخ، اكننا بنعمل انعاش للمخ او بنخلي المخ يتعمل له انعاش، اللي هو ترندلبرج بوزيشن اللي هو بيبقى راسه كده مليانه مايله لتحت ورجله لفوق او رجله بتبقى فوق. طيب بيقول لك في مريض عنده 52 سنه وعنده مايوكارديال انفاركشن في بقى له سنه، فبيقول لك الاي اس اي كلاسيفيكيشن اللي هو الامريكان اسوسيشن دي اللي هي التصنيفه بتاعت منظمه الصحه الامريكيه، مقسمه الناس لخمسه كاتيجوري لو اللي هم المرضى اللي انت هتتعامل معاهم في عياده الاسنان. التقسيمه دي مهمه برضو جدا وبتيجي في الاسئله كتير. لو ناس طبيعيه يعني لو واحد مريض عادي طبيعي عنده 20 سنه ما عندوش اي امراض ما بياخدش اي ادويه، هيقول لك ده بيقع في كاتيجوري ايه او ايه الكاتيجوري اللي هو بيقع فيها، اللي هي كاتيجوري نمبر 1 اللي هو الاي اس اي 1. ده لو جالك المريض طبيعي ما عندوش اي مشكله خالص، ولا بياخد ادويه وسنه كويس وزنه كويس، ما فيش اي حاجه هتعوقك وانت شغال شغل الاسنان. طب لو مريض بقى عنده حاجات سيستميك بس خفيفه، يعني قال لك ايه، انا عندي الضغط بيرتفع بصوره بسيطه، عندي سكر مرتفع بصوره بسيطه، ده مش هيأثر عليك برضو كشغل اسنان، فده يبقى كاتيجوري انهي كاتيجوري؟ كاتيجوري 2 او الستيج 2. طب لو جه قال لك بقى عنده سيفير سيستميك وممكن تأثر على شغلك، يعني ايه سيفير سيستميك؟ يعني مريض عنده هايبر تنشن بيوصل مثلا 170، لا ده هيأثر على شغلك. عنده سكر، السكر بتاعه بيوصل فوق ال 300 او فوق ال 400، لا ده كده هيأثر على شغلك. عنده مثلا عنده اي مرض او اي حاجه، او هيموفيليا مثلا، عنده هيموفيليا والموضوع بتاعه مش مظبوط، لا ده هيأثر على شغلك. فكده المريض الاولاني هو نورمال، المريض الثاني عنده مرض بس خفيف ومش هيأثر على شغلك، المريض الثالث عنده مرض شديد وهيأثر على شغلك، المريض الرابع عنده مرض مش هيأثر بقى على شغلك، ده هيأثر على حياته.
زي ايه مثلا؟ المرضى مثلا اللوكيميا، المرضى اللي هم عندهم حاجات خطيره جدا ومش هتاثر على شغله، على شغلك، لا دي ممكن تاثر على حياته هو شخصيا، لو انت اتدخلت فيها او عملت فيها او عملت حاجه غلط وانت شغال ممكن تموته مثلا، او تاثر على حياته، او تاثر على الكواليتي بتاعه اللايف بتاعه. طب مريض خمسه، مريض خمسه ده اللي هو قاعد في الرعايه، مريض في نهايات حياته، بيقولوا عليه نهايات حياته، يعني محجوز في المستشفى وبتاع وانت لو انت ما عملتلهوش العلاج اللي المفروض يتعمل ممكن يموت، او ممكن من الالم اللي هو عنده ده يموته. طب الستيج 6 او الستيج 6 ده اللي هو ميت بقى، اللي هم بيقولوا عليه الموت الاكلينيكي، او بيسموه الموت الاكلينيكي، او بيقولوا عليه اللي هو في يعني محطوط كده تحت الاجهزه كده وخلاص، ده غالبا يوم 2 3 4 5 هو هيموت، هو مش موجود. يبقى واحد ده نورمال، 2 ده عنده مرض خفيف ومش هيأثر عليك، 3 عنده مرض وهيأثر عليك في شغلك وهيخليك تعمل بعض التعديلات في الشغل بتاعتك، 4 ده لو انت ما عملتش تعديلات مش هيأثر على شغلك فهيأثر على حياته هو شخصيا، 5 المريض اللي هو عنده مرض ممكن يموته ولو انت ما تدخلتش او ما ظبطتش الموضوع ممكن يموت، 6 ده اللي هو ميت اصلا وهو حصل له موت كلينيكي. دكتور، يعني 5 من المشكلة من مرض الأسنان، ولا لا هو حالته لا الصحية؟ لا، هو حالته متأخرة طيب خالص، فينا نتدخل عليه؟ حالته متأخرة، الحالة بتاعته متأخرة جدا، لا مش من الأسنان، الأسنان ما بتموتش، حالته متأخرة، لكن أنا عايز أريحه من الألم ده، الألم ده مش لازم، ألم الأسنان ده مش لازم يتضاف للألم اللي هو فيه، أو فلازم أخش أتدخل أنا عشان أهون له الموضوع اللي هو فيه، بس غالبا دول المرضى دول يعني حتى رقم برضو في 5 ما المراحل بنستغله، الأخيرة، بيبقوا في المراحل الأخيرة. إيه؟ يعني المريض المرحلة الخامسة كمان ما بنشتغله لا ولا بنشتغله، بنشتغله؟ لازم نشتغله هلا طبعا. المريض رقم 4، 4 و5 و6 دول ما بنشتغلهم ولا لا لا؟ 4 ده بنشتغله بس ناخد بالنا ان شغلنا ممكن يموته لو عملنا حاجه غلط، زي في مثلا مريض مثلا اللي هو عنده حاجه اللي هو اللي هي حاجه مشكله في الادرينال جلاند، لو انا عرضته لضغط ممكن يحصل له ادرينال كرايسيس، الادرينال كرايسيس دي تموته، حلها بيبقى ايه؟ حاجه واحده بس، ان احنا ما نشتغلش بإبنفرين بس خلاص والموضوع خلص، او مثلا اللي عنده ارتفاع في الثيرويد اللي هي غده الثيرويد برضه اشتغله من غير إبنفرين فحلها، هو هيموت، ممكن يموت لو انا اشتغلت له وعملت حاجه واحده غلط ممكن يموت، ممكن يوصل لمرحله الموت اللي هو يحصل له مثلا ادرينال كرايسيس، اللي هي الادرينال كرايسيس دي من الحاجات السيفير وممكن تموت، فاحنا بنشتغله بس بناخد بالنا ان في خطوه لو احنا عملناها غلط ممكن تموته، فناخد بالنا من النقطة دي. ده في 4، 5 هو كده كده في مراحله الأخيرة، فإحنا بيقولوا عليه العلاجات الرحيمة في مرحلة 5 دي اللي هو بيموت أو قريب من الموت شوية، فبنحاول ما نخلوش يتألم، يعني بيقولوا عليها العلاجات الرحيمة أو بيسموها العلاجات الرحيمة، إن إحنا في النهايات كده ما نخلوش يتألم أو ما يبقاش متألم، يعني عنده سن إندو وهو كده كده مريض لوكيميك مثلا ولوكيميا اكيوت مثلا وفي مرحلته الاخيره، ده كده يبقى ايه؟ ده كده 5، محجوز في المستشفى وعنده لوكيميا وفي المرحله الاخيره واكيوت، غالبا هيموت، هيموت بعد اسبوع، هيموت بعد 10 ايام، هيموت بعد اسبوعين، عنده سن اندو، عنده سن اندو عايز يعمله، فده يقول لك ده مريض رقم كام تبع الاسوسيشن، ده رقم كام؟ ده رقم 5، هو هيموت خلاص، هيموت بعد اسبوع بعد 10 ايام وعنده حاجه ايمرجنسي، فمش هينفع اقول له كده كده انت هتموت خلاص اقعد بيها وخلاص وخليها، انت كده كده هتموت هتفرق معاك في ايه؟ لا بيقول لك بيعملوا له علاج بالياتيف او تلطيفي، ان هو يعني مش لازم يكون متعذب في النهايات بتاعته يعني. طيب لو في الكيس دي برضو بتيجي كتير جدا في الامتحان وبتيجي بصوره كبيره جدا، لو جاب لك حاجه موجوده تحت الجدر كده لونها ابيض او اللون بتاعها ابيض وجاب لك قال لك ايه هي الحاجه دي او شاور لك عليها ايه الحاجه دي، ده الكوندنسنج اوستايتس، لازم يكون فيها شرطين، يا اما يكون السنه فيها تسوس كبير جدا يا اما السنه فيها حشوه كبيره جدا، خلوا بالكم يا جماعه ما ينفعش تيجي
مع سنه عاديه، سنه طبيعيه، لان لو لقيت نفس البتاعه دي مع سنه طبيعيه دي ممكن نقول عليها بقى سمنتوما او اي حاجه من الحاجات الثانيه. خدوا بالكم من الفرق ده، خدوا بالكم من الفرق ده، عشان نقول كوندنسنج اوستايتس لازم يكون في مجال ان البكتيريا دخلت، البكتيريا دخلت من الاورال كافيتي ودخلت جوه البلبه او دخلت مشيت جوه الروت، فلازم يكون يا في حشوه كبيره جدا ضخمه جدا يا تسوس كبير جدا ضخم جدا، لكن ما ينفعش يبقى كده وخلاص، لان لو ما فيش حاجه من الحاجات دي ولقينا نفس الكلام ده حاجه بيضه كده او حاجه موجوده بيضه دي هتبقى السمنتوما ساعتها لو فيتال توس يعني. حتى لو جاب لي السنة معمولة اندو برضه هتبقى كونتنسي كفاية. لا ما هو في اندو يبقى ممكن في مجال لكل بكتيريا، هي المشكله الفكره ان في بكتيريا دخلت بقى من تسوس، دخلت من حشوه كبيره، دخلت من موجود كان موجود اندو الدكتور ما نظفش كويس او ما عملش تنظيف كويس او حصل ليكج بعد ال بقى ودخلت بكتيريا، المهم ان هو يكون في مكان لدخول البكتيريا والجسم حاول يصدها او حاول يمنعها او حاول يوقفها. طيب بيقول لك patient has post and core في الابر سنترال severely distributed lateral which need root canal use of rubber dam. يعني لو في مريض عنده بوست وكور في الابر سنترال واللاترال اللي جنبها كمان محتاجه حشو اعصاب، فالمفروض ان احنا نستخدم الرابر دام. المفروض نستخدم ولا ما نستخدمش؟ نستخدم. لا لازم غصب عننا، مفيش. بصوا هو في قاعده كده اللي هو يقول لك نو رابر دام نو روك كانال تريتمنت، يعني مفيش رابر دام مفيش روك كانال تريتمنت، فلازم نستخدم رابر دام، لازم تتحط الرابر دام، لازم تتعمل الرابر ده، مش اوفن مش غالبا ولا نو نيد، لا لازم تتعمل او لازم تتحط او لازم بشرط ضروري ان هي تتحط. طيب لو في مريض اتش اي في يعني مريض اللي هو الايدز ده وعنده السي دي 4 هو مش كده دي غلط؟ الايه؟ اف نيد دي كده غلط. هي المفروض ان هي تبقى يعني تبقى في الموج، بس هو مش جايب حاجه دليل عليها، يعني هو المفروض مش اف نيد، المفروض ان هي لو في اجابه ادق ان هي تبقى تجيب يعني تبقى زي شرط او موست مثلا او موستلي او مثلا تبقى كده، بس هو مش جايب من الاجابات كده. طب هو مش اقرب هنا يكون اوفن؟ ان هي عاده انا اوفن غالبا، اوفن غالبا غالبا اقل في القوه، اوفن غالبا يعني غالبا اقل في القوه، غالبا دي يعني مثلا ايه نقول مثلا ايه 70% 80%، لا مش اوفن. هي كانت المفروض الاجابه الاضافه ان هي تبقى لازم ولابد، يعني لازم شرط اساسي. لو في مريض عنده اتش اي في وعنده السي دي 4 اللي هي الخلايا بتاعه المناعه اقل من 200، اقل من 200 وعنده سويلنج في البلد، يبقى المفروض المريض ده عنده ايه؟ ايه اللي بيعمل سويلنج في البلد؟ كابوزي الكابوسي ساركوما، اللي هي الكابوسي ساركوما اللي هي بتيجي مع الناس اللي عندهم الايدز او بتيجي مع الناس اللي عندهم الايدز. طب ايه الفكره في ان هو يقول مريض اتش اي في عنده سي دي 4 اقل من 200؟ يبقى ده كده عايز يقول لنا ايه؟ لما يقول لنا ان مريض الاتش اي في عنده سي دي 4 اقل من 200 يبقى كده عايز يقول ايه؟ او كده ايه الدلاله بتاعت الرقم ده؟ يبقى كده ان هو تحول من اتش اي في لايدز، كده المريض ده تحول من اتش اي في، احنا قلنا لو اقل من 500 يبقى اتش اي في بس، لو اقل من 350 يبقى كده عنده ليابيليتي للانفكشن، اقل من 200 يبقى ده كده اتحول. خلوا بالكم في فرق ما بين الاتش اي في والايدز، الاتش اي في ده اللي هو الفيروس نفسه، الفيروس نفسه عنده، لكن الايدز اللي هو اسمه مرض نقص المناعه المكتسبه اللي هو acquired immune deficiency syndrome، ان المناعه اتدمرت او المناعه قلت خالص او المناعه اتدمرت خالص اللي هو بقت في الحضيض يعني. يبقى ده كده الكابوس الساركوما، ودي من اشهر الحاجات اللي بتيجي مع الناس اللي عندهم الايدز، من اشهر الحاجات اللي بتيجي مع الناس اللي عندهم الايدز، وبتبقى حاجه يعني
يعني فظيعه جدا، يعني ممكن تكون زي كده عنده سويلنج في البلد وضخم جدا وكبير جدا، ده كده الكابوس الساركوما. طيب التي بي، بنعالج المريض التي بي في ايه؟ يعني المفروض نعالج المريض التي بي في ايه؟ في ايزوليتد روم، في غرفه لوحده. ليه؟ لان التي بي ده اللي هو السل ده حاجه اسمها اير بورن، يعني حاجه بتتنقل عن طريق التنفس، فممكن يجيب لي اي حد ويجي اي حد يتعدي منه او يحصل له عدوى منه. طب جابوا سؤال قبل كده في الامتحان كانوا جايبين اجابتين ويعتبروا الاجابتين صح، بس فيهم واحده اصح. لو قال لك ان انا اجيبه في نهايه الدوام بتاعي، اللي هو اجيبه مثلا انا مثلا دوامي 10 اجيبه مثلا 9 ونص مثلا ولا حاجه، اجيبه في نهايه الدوام بتاعي ولا اجيب ولا اعمله في ايزوليتد روم، انهي الاجابه فيهم اللي تكون اصح لو الاثنين جوهم؟ هو يعني لو الاثنين مع بعض هيبقى isolated room. اه ليه بقى؟ طب ما هو برضه دي حاجه كويسه ان احنا نجيبه في نهايه دوامنا، لان ممكن في نهايه الدوام معرض ان ممكن يجي لي ايمرجنسي بعديها، يبقى انا هضطر ان انا اشغله اشتغل بعديها. فالاضمن والاحسن ان انا اشتغل في عياده تبقى فيها جود فنتيليشن، يبقى فيها التنفس بتاعها حلو وفيها شفاط او فيها اي حاجه تغير الهواء وتعمل تغيير الهواء، ويكون محدش غيره هيخش فيها، وابقى لابس اللي هو الماسك الكبير ده او الماسك الضخم ده اللي هو الريسبيراتوري او الان 95. طيب ال اتش بي في اللي هو الهيباتيتس بي بيقعد في العياده لغايه قد ايه؟ احنا قلنا بيقعد من حوالي 7 ايام لست شهور من حوالي، فلما يقول اب تو يعني اعلى حاجه يقدر يقولها هو المفروض 6 شهور، وهو مش جايب 6 شهور فنختار 8 شهور. الهيباتيتس بي بيقعد من 7 ايام لست شهور، عشان كده دايما الهيباتيتس بي اخطر بكتير من السي، وبيكون في الخطوره بتاعته اعلى بكتير جدا من السي. لو مريض عنده السي كم بيقعد؟ الهيباتيتس سي قديش بيبقى؟ الهيباتيتس سي، الهيباتيتس سي بيقعد لا دي مش فاكرها دلوقتي، هدور لك عليها واشوف. هو كان التي بي بيقعد 4 ل6 ساعات، والايدز بيقعد 6 ايام، والهيباتيتس بي بيقعد من 7 ايام ل6 شهور. لا هدور لك على السي بي. طيب التريتمنت بتاع الايروزيف لايكن بلانس، الايروزيف لايكن بلانس اللي هو اللايكن بلانس اللي احنا قلنا عليه، اللي هو بيجي زي خطوط الشعر كده اللي في الشفه، بيقعد قد ايه؟ التريتمنت بتاعه ايه؟ توبيكال كورتيكوسترويد. اه طب امتى نقول نعالجه بانتي فانجل؟ يعني امتى نقول ان احنا نعالج اللايكن بلانس بانتي فانجل؟ لو عليه كانديدا، اه لو حصل له حاجه اسمها سكندري انفكشن، لو قعد فتره طويله وجي عليه او قعد عليه او طلع عليه الكانديدا وعمل كانديدا، يبقى كده اللي هو هنعالجه بالانتي فانجل اللي هو بقى الفلوكونازول، النيستاتين، الكيتوكونازول، اي حاجه من الحاجات دي. طيب لو في مريض عنده 65 سنه وجاي عشان يخلع اللور 6، وبيقول لك ان في راديو اوبيك بايلاترال بري ايبيكال، يعني في حاجه راديو اوبيك موجوده تحت الجدر او موجوده تحت الجدر، يبقى دي نعالجها بايه؟ او دي ايه الاول؟ خلينا نقول دي ايه الاول. لو سنه فايتال زي ما قلنا، لو سنه فايتال هتبقى سيمنتوما، لكن لو هنا ممكن يكون مثلا هو جاي يخلع اللور 6، ممكن تكون سنه نون فايت وممكن فيها كيرس كبير او فيها كيرس جامد، يبقى ممكن نقول حاله اللي هي كوندنسنج اوستايتس، فعلى حسب الصوره بقى. بيقول لك لو في مريض جاي عشان يعمل كراون ويعمل كراون، وبعد ما عملت له البريباريشن لقيت فيه بليدنج، يعني احنا جايين نعمل له كراون
وجاي اعمل كراون، وبعد ما حضرنا او عملنا التحضير لقينا في بليدنج جديد، المفروض نعمل له ايه؟ نحط هيموستاتيك سوليوشن، نحط هيموستاتيك، نحط له حاجه هيموستاتيك توقف الدم او توقف النزيف، نحط له هيموستاتيك او نوقف الدم او نوقف النزيف. طيب المريض اللي بيبقى عنده سيدو ممبرينس كولايتس، المريض اللي بيبقى عنده سيدو ممبرينس كولايتس، اسم الدواء اللي بيعمل السيدو ممبرينس كولايتس هو ايه؟ الكليندا مايسين. كان بسبب ايه بقى؟ بسبب انهي بكتيريا؟ ايه البكتيريا اللي بتعمل كده؟ بسبب انهي بكتيريا؟ بسبب انهي بكتيريا؟ اللي هي الكوليستراديوم ديفيسيلاي. طيب لو مريض عنده حساسيه من البنسلين بنديله ايه؟ بنديله كليندامايسين. لو في حاله، لو في جرعه الانفكتيف اندوكاردايتس، الكليندامايسين بتبقى قد ايه؟ ستمية ملي جرام. طب لو في الأطفال أو في الناس الصغيرين بتكون قد إيه؟ نبقى 20 ملي جرام بير كي جي لكل كيلو جرام. ممتاز، الله ينور عليك. طيب لو في مريض جه وعنده أجريسيف بيهيفير، يعني عنده عيل صغير جه وسلوكه عنيف أو سلوكه مش كويس، يعني بيقول لك إن الدنتست رفض إن هو يعالجه، هل هو رفض ان هو يعالج، هل ينفع الدكتور يرفض ان هو يعالج مريض بسبب سلوكه؟ لا، ده مش بيده، ده مريض عادي. ينفع المريض الدكتور يرفض علاج مريض بسبب سلوكه، ان هو سلوكه عنيف؟ ليه الحق الدكتور ان هو يرفض مريض لو سلوك المريض مش كويس؟ ليه الحق ان هو يرفضه؟ الكيس دي كانت جايه بالظبط، الكيس دي انا شفتها قبل كده، كانت جايه ان في مريض دخل وقعد، وهو جاي متاخر وقعد يزعق في السكرتاريه او الناس اللي هم بتوع الريسبشن او اللي بيحجزوا المواعيد او كده، وقعد يزعق لهم وبتاع، والدكتور سمع فقال انا مش هقبل المريض ده ومش هدخله. فقال لك هل هو ما قبلش المريض عشان هو قعد يزعق، ولا عشان هو عنده عنصريه، ولا عشان الدكتور يعني عنده عنصريه ضد المريض ده مثلا، اي جنسيه تانية او اي حاجه تانية، ولا عشان المريض ده سلوكه مش كويس، ولا عشان المريض ده جه متاخر؟ فكان ايه الحاله اللي مسموح بيها ان ممكن الدكتور، لو زي كيس السيناريو كده اللي انا بقول، ايه الحاجه اللي ممكن تدي الحق للدكتور ان هو ممكن ما يقبلش، ممكن يرفض؟ سلوكه ما بيقبله. من الاربع حالات، هل التاخير، هل سلوكه مش كويس، هل هو ان هو زعق للريسبشن، هل ان هو عنصريه مثلا او حاله من الحالات العنصريه، مين انهي حق فيهم ان هو يرفضه؟ ان هو جه متاخر، لكن ولا ليه الحق ان هو لو زعق ملوش حق الدكتور ان هو يرفض المريض او يرفض استقبال المريض، من الناحيه الاخلاقيه ملوش الحق ان هو يرفض استقبال المريض، ان هو جه متاخر او ما احترمش ميعاده او ما جاش في ميعاده. بقول لك لو في مريض عنده 5 سنين، ايه؟ كان في سؤال تاني، اذا البيشنت جه متاخر عن ميعاده، اه باخره لاخر الحالات خالص في اخر اليوم، ولا بعمل له ريسكيدول تاني الميعاد تاني في يوم تاني؟ لا، لازم اخره لاخر. افرض هو ايمرجنسي مثلا، هدي له ميعاد تاني ازاي؟ لا، بتتبدل الحالات، يعني هو مثلا لو كان حجز 4 مثلا، رقم 4 مثلا، وفي بعديه 5 و6 و7 فاضي، لا احطه بقى 7 ساعتها، لكن مش هقول له تعالى لي انا النهارده السبت، اقول له تعالى لي يوم الاربعاء انا عندي ميعاد فاضي يوم الاربعاء، لا طب اعمل تظبيط للمواعيد تاني، اشوف انهي ميعاد فاضي واحطه فيه او انهي ميعاد فاضي، وطبعا ما اخرش حد من اللي موجود، يعني ما ينفعش مثلا احطه ما بين 5 و6، لا ده كده مش اخلاقيا، 5 و6 ليهم ميعادهم، يبقى هيفضلوا يجوا في ميعادهم او يفضلوا ميعادهم ما يتغيرش، احطه بقى في 7 مثلا لو 7 فاضي، لكن مش هقول له تعالى يوم تاني.
طيب لو مريض عنده 5 سنين وجاي مع اخته عندها 17 سنه، اخد الكونسنت ده برضو بيجيبوا القصه بتاعت الاقرار الطبي دي كتير جدا. لو مريض عنده 17 سنه ينفع، او بني ادم عنده 17 سنه ينفع يمضي اقرار؟ 21 فوق 18، من 18 فيما فوق، اقل من 18 غير معتد بالامضه بتاعته، او غير معتد بالامضه بتاعته، الامضه بتاعته مش معتد بيها، او مش مقبوله، مش مسموح اصلا بيها، ما يتسمحش بيها. فغير معتد بالامضه بتاعته، او الامضه بتاعته غير معتده، يبقى ما ناخدش بيها. يبقى ال 17 سنه ده لا ما ناخدش بيها. هنقول له ايه، او هنقول له ايه ساعتها؟ هات والدك بقى، او هات والدتك، او هات حد كبير من عندكم هو اللي يمضي وهو اللي يعمل الامضه. طيب معلش، اليتيم بيكون من مين؟ من relatives، من لو هو مريض، من النيرس اللي معاه، من مين؟ ما على حسب يتيم، على حسب. لو يتيم وفوق ال 18 خلاص من هو عادي. لو يتيم لا لا، يعني لو وفوق طفل يتيم 18، ما هقول لك حالاته كلها. لو يتيم وفوق 18 وهياخد منه، لو يتيم وفوق 18 وعنده اوتيزم هياخد من اي حد مسؤول منه بقى. ممكن غالبا ممكن بيبقى عايشين تقريبا مع جدتهم، تقريبا اليوتما دول بيعيشوا مع جدتهم اكتر شيء. خلاص ناخد من جراند فازر او جراند ماذر، ناخد من اللي هم الجده او الجده، لان غالبا دول اللي بتقول ليهم الاهليه او المسؤوليه بتوعت اليوتما تقريبا يعني. او ممكن لو خاله، او ممكن لو عمه، على حسب هو مسؤول السؤال اللي لمين يعني. حد من أقارب أو من الممرضة القائمة بالرعاية أو من المحكمة؟ لا لا، من الأقارب اللي هم مسؤولين عنه. تمام. طيب لو في dentist referred to another dentist، لو دكتور حول مريض لدكتور تاني من غير ما المريض يكون من غير ما يكمل العلاج، يعني في دكتور مثلا لا مريض كده قال لك ده مش عاجبني، أو مثلا إيه أنا مش مرتاح في الشغل معاه، أو أي سبب يعني، وقام قال له روح لدكتور فلان فلاني وخليه يكمل معاك، يبقى كده الدكتور بقى التاني لما رجع له المريض. الكيس دي طويله جدا بس هم مختصرينها. انت محول مثلا لدكتور بتاع اندو مثلا يعني عشان يعمل جلسه اندو، فالمريض لقى ان دكتور الاندو ده قال له ايه ده، انت شغلك حلو قوي، فكمل لي بقى بقيه التركيبات وبقيه الحشوات وبقيه الحاجات كلها اللي عندي. قام الدكتور بتاع الاندو قال له لا، انا الدكتور محولني ليك ان اشتغل حاجه واحده بس الاندو، بقيه الحاجات ترجع واشتغلها له. فيقول لك كده لما الدكتور بتاع المتخصص او اللي هو بتاع الاندو ده رفض، ده يعتبر سلوك ايه؟ سلوك اخلاقي، لان هو حاجه مش متحوله له، وده شغل الدكتور الثاني الاولاني اللي هو في الاصل، يبقى دي حاجه اسكس او اخلاقيه. طيب بيقول لك during root canal treatment the perforation في السيرفايكال اريا ومانج immediately، يعني في عملنا فتحه في السيرفايكال وقفلناها على طول، يبقى البروجنوزيس بتاعها بيكون ايه؟ برضه السؤال ده بيجي كتير جدا. طب امتى بقى اللي في السيرفايكال نقول ان هي مش جود؟ ايه الحاله اللي في السيرفايكال ونقول عليها مش جود، مش كويسه؟ ايه الحاله اللي ممكن تكون موجوده في السيرفايكال ونقول عليها مش كويسه؟ كنا مرض شين الاقنيه لسه، ايه؟ لانه اول العلاج لسه ما بلشنا تحضير. لا لا، ده التانية اللي انت بتقولي في اول العلاج ده كسر الفايل مش البرفوريشن. اللي في اول العلاج لو احنا كسرنا الفايل، اللي هي تكون تحت مستوى العظم، نشوف مستوى العظم فين، تبقى في السيرفايكال او في الجزء السيرفايكال بس سب كريستال، يعني تحت مستوى العظم. لو في السيرفايكال وهنا كده تحت مستوى العظم، لا ده كده بور، ده كده سيء، ده كده مش كويس. لكن لو فوق مستوى العظم يعني قرب الكراون اكتر، مش قرب منتصف الجدر اكتر، يبقى دي كده جود، لان هبقى شايفها وهقدر اقفلها بسهولة. طيب اللاترال بيرفوريشن بتكون ايه؟ اللاترال بيرفوريشن ان احنا كان ليها اسم كده، ان احنا نعمل فورم من الجنب او نعمل اوفر انسترومنتيشن في الجنب، كان ليها اسم كده في التعريفات بتيجي بتاع الاندو، اللاترال بيرفوريشن او اللي هو الاوفر انسترومنتيشن في اللاترال ستريب بيرفوريشن. ستريب كان بيبقى ليها اسم عشان ساعات بتيجي في التعريفات اسمها الستريب بيرفوريشن، اسمها الستريب بيرفوريشن. طيب بيقول لك بروكن فايل ان ذا ميدل اوف كانال اند يو باي باست، وات نيكست، وات دو نيكست؟
يعني عديناه هو في النص، كسرنا فايل في النص وعملنا له باي باس، عملنا له باي باس غالبا يعني كويس، يعني الحاله كويسه غالبا، يعني الحاله كويسه. المفروض نعمل ايه بقى؟ نطمن المريض خلاص، عديته، مش يعني مش محتاج اعمل له ريفير، يعني مش محتاج اوديه لدكتور اندودونتيك لو انا مثلا جي بي، يعني او انا دكتور جي بي مش محتاج ان انا احوله او اعمل له تحويل، فطمن المريض. بس هي المفروض ان تيل ذا بيشنت دي المفروض من الاول، يعني المفروض من الاول ان احنا المفروض مش بنبلغ المريض بعد ما نعمل الحاجه او بعد ما نعالجها، لا، المفروض ان احنا اول لما بنعملها بنبلغه يعني. طيب اللوكيشن اوف روت برفوريشن امتى بيكون حلو؟ يعني لو امتى انا عملت خرم في انهي مكان يكون كويس؟ لو نفس مستوى العظم وصغير، ولا نفس المستوى العظم وكبير، ولا تحت مستوى العظم وصغير، ولا تحت مستوى العظم وكبير؟ نفس مستوى العظم وصغير. او لو هي اصح اكتر ان هو يبقى أباف، يعني لو أصح، لو في إجابة إن هو أباف يعني أعلى كمان يكون أحسن وأحسن يعني. طيب الإيديتا بتعمل ريموفنج الإيه؟ بتعمل ريموفنج للسمير لاير أو الإن أورجانيك، عشان ساعات بتيجي كده وساعات بتيجي كده، يا إما يقول للإن أورجانيك يا إما يقول للسمير لاير. وكان التركيز بتاع الإيديتا بيكون كم؟ التركيز بتاع الايديتا بيكون كام؟ 17، التركيز بتاع 17%، التركيز بتاع 17%. طيب بيقول لك وانت بتشتغل بالرابر دام الانتر دنتال بابيلا اكسبوز، يعني الانتر دنتال بابيلا بانت، يبقى احنا كده عملنا ايه او ايه الغلطه اللي عملناها؟ يبقى البابيل الرابر دام اتقطعت او اتعملت، او ما كناش عاملين حاجه، في حاجه اسمها السيلينج بيحطوا كده حاجه زي الكومبوزيت كده حوالين كل لو فيكم حد اشتغل بالرابر ده، بتحط كده زي الكومبوزيت كده حوالين الرابر ده عشان يمسكها، حوالين الفتحات بتاعه الرابر ده عشان يمسكها. فلو جايه يبقى هي، يعني لو جايه ان احنا ما حطيناش كومبوزيت حوالين الفتحات يبقى هي، لو مش جايه يبقى ان احنا اتفتحت او الفتحات بقت استرتشت او اتفتحت زياده. ده معناه ان احنا كنا عاملين الفتحات قريبه ولا كبيره ولا بعيده عن بعض، كنا عاملين الهولز بتاعه الرابر دام قريبه ولا بعيده؟ قريبه كنا عاملينها قريبه. الجينيريشن بتاعه الكومبوزيت اللي احنا قلنا عليها اللي هي كانت الفيرست والسكند والثيرد والفورث، اللي احنا قلنا بتبتدي الفور جينيريشن بيبقى اربع خطوات، وبعد كده الفايف جينيريشن بيبقى ثلاث خطوات، وبعد كده السكس جينيريشن بيبقى خطوتين، بعد كده السفن جينيريشن بيبقى خطوه واحده، اللي هي الخطوات اللي كان في بيبقى فيها في الفورس جينيريشن كان بيبقى رين اتش وبعد كده رينز وبعد كده برايم وبعد كده بوند، فكان بيبقى اربع خطوات. في الفايف كان بيبقى اتش وبعد كده رينز والبرايم والبوند مع بعض، فكان بيبقى ثلاث خطوات. وبعد كده الخامس ما كانش بيبقى فيه رينز، ما بنغسلش، كان بيبقى اتشنج، وبعد كده البرايم والبوند مع بعض. السادس كان بيبقى كله مع السابع كله مع بعض، الاتشنج والبرايم والبوند مع بعض، ودي مهمه جدا. البريو كلاسيفيكيشن اللي احنا قلنا عليها الستيج والجريد، الستيج لو كان من 1 ل 2 يبقى ستيج 1، من 3 ل 4 يبقى ستيج 2، من 5 يبقى ستيج 4، من 3 من اكتر من 5 يبقى ستيج 4. والجريدز بنجيبها يا اما بالسكر التراكمي يا اما بالتدخين يا اما بالمعادله اللي هي البون لوس على عمر المريض. ال WHO ايه المميز في ال WHO بروب؟ ايه الحاجه المميزه في ال WHO بروب؟ كره اول كره في بتاع أول. نص ملي كده تخينه من فوق، في بتاع نص ملي تخينه من فوق من الامام. التانل بريباريشن، التانل بريباريشن دي بنعملها مع انهي جريد في الجليكمان؟ بنعملها مع انهي جريد في الجليكمان؟ جريد 3
بنعملها في جريد 3، بنعملها في جريد 3 اكتر. هي بتتعمل في 2 بس بصوره اقل خالص، لكن هي من اللي بتتعمل في جريد 3. دي ممكن تؤدي لايه او تعمل ايه؟ سنسيتيفيتي. سنسيتيفيتي. طب لو جه قبل كده في سؤال كان جايب سنسيتيفيتي وريسيشن، يعني كان جايب حساسيه وان اللثه تنزل لتحت، مين فيهم الادق او مين فيهم الاصح؟ ان يحصل حساسيه ولا لسه تنزل لتحت او تهبط لتحت؟ عشان هي لسه تنزل لتحت. لسه تنزل لتحت ده اكتر ادق؟ لا، هو كده كده اصلا الكيس فيها ريسيشن. الكيس اصلا في 3 فيها ريسيشن اصلا اوريدي، هي فيها ريسيشن، فهو مش هيحصل ريسيشن ولا هيحصل اكتر سنسيتيفيتي الحساسيه. طب الفوركيشن جريد 1، خلينا نراجع الفوركيشن اللي هي الجليكمان فوركيشن. لو تلت كميه العظم متاكل دي بتتقال عليها جريد 1، والعلاج بتاعها بيبقى كله عباره عن تنظيف، نعمل اودونتوبلاستي، فوركيشن بلاستي، نعمل سب جنجيفال روت بلاننج، حاجات كلها ليها علاقه بالتنظيف. جريد 2 ان اكتر من التلت لكن ما فتحش سلوت ثرو، فبنعمل ايه؟ كلها حاجات ليها علاقه بالبناء، ان احنا نعمل جايد تيشو ريجنريشن، نعيد انتاج او بناء العظم تاني في المنطقه دي. جريد 3 ان العظم بقى متاكل ثرو تو ثرو، سواء كان متغطي باللثه لكن متاكل ثرو تو ثرو فيتسمى جريد 3، او مش متغطي باللثه وثرو تو ثرو فيتسمى جريد 4. بيبقى العلاج بتاعه كله ليه علاقه بالجراحه، نكسر الجدر نصين، نقسم الجدر نصين، نعمل تانل بريبريشن، نعمل اكستراكشن ونخلع السن. طيب الاجريسيف بريدونتايتس بنعالجها بايه؟ الاجريسيف بريدونتايتس كانت مين البكتيريا اللي مسؤول عنها؟ مين البكتيريا اللي مسؤول عنها؟ بكتيريوم انسبايروكيتس، اللي هي الاي اي، اللي هي اجرينو باكتر اكتينو ميوكوميوتس، اللي هو الاسم الكبير بتاع الاجري باكتر اكتينو ميوكوميوتس، اللي هو الاسم الكبير الاي اي. بنعالجها بايه وبنعمل لها علاج بايه؟ بالاموكسيسيلين مع المترونيدازول، بالاموكسيسيلين مع المترونيدازول. طيب لو في مريض عنده جينجيفال انلارجمنت وعنده هايبرتنشن وعنده اورن اورجان ترانسبلانت، فمفروض يبقى ايه السبب بتاع اللي هو السبب بتاع الجينجيفال انلارجمنت؟ حلو السؤال ده، السبب ممكن يكون ايه؟ لو قال ان هو لسه زارع من او عامل نقل الاعضاء من فتره قريبه جدا، من فتره قليله جدا، واللثه كبرت بعد الفتره دي، لا يبقى السبب اللي هو تاكل كلومز، اللي هو من الحاجات اللي هي بتبقى اميونو سبريشن او ادويه الاميونو سبريشن اللي هي مسؤوله عن الاورجان ترانسبلانت. لكن لو قال الجينجيفال انلارجمنت مش مهم، مش في فتره قريبه، مش قريب من مرحله الزراعه وقريب من مرحله الزراعه، يبقى ساعتها ده الضغط العادي اللي بياخده اللي هو النفاديبين. طب المريض الهيفي سموكر ده بيدخن قد ايه؟ احنا قلنا عندنا في نون سموكر وفي لايت سموكر وفي هيفي سموكر. الهيفي سموكر اللي بيدخن 20 سيجاره فيما اكتر. طيب لو في بروبنج ديبس 1-2 مللي الانيشال تريتمنت دان باي، يعني البروبنج ديبس 1-2 مللي، بقى كده المريض ده عنده نتوقع يعني ان عنده بيريدونتايتس ولا جينجيفايتس؟ جينجيفايتس. يبقى ده كده هنعمل له سوبرا سكيلينج ولا سب سكيلينج؟ سوبرا. يبقى هنعمل له بالسكل سكيلر، يبقى هنعمل له بالسكل سكيلر. السيريلاك ريسيرش اللي هو كانت التجربه اللي اتعملت على الناس اللي عندهم البريدونتايتس كانت ثلاث نسب، اللي هم كان بيبقى المودريت كانوا بتبقى النسبه الاكبر ال 81، اللو كان بيبقى اللي هو النسبه الاقل 11، والهاي اللي هم الرابيد او الرابيد بروجريشن كانت بتبقى اقل نسبه خالص اللي هي 8. ودي برده مهمه بتيجي في الاسئله كتير. طيب نفرق ازاي ما بين الحاجات البريدونتال والبري ايبيكال؟ نفرق ازاي ما بين الحاجات البريدونتال والبري ايبيكال؟ البريدونتال بيكون فيها لا
نفرق ما بينهم بالبلب فيتاليتي، نفرق ما بينهم بالفيتاليتي، ان في الغالب البريدونتال بتبقى بتيجي مع فيتال بلب، في الغالب البريابيكال بتيجي مع نون فيتال بلب. طب نفرق ازاي؟ عشان جه سؤال قبل كده، لو انا جالي حاجه تحت الجدر نفرق ازاي اذا كانت جرانيولوما او اذا كانت سيست؟ هم كشكل بيبقوا قريبين من بعض، كاكس راي بيبقوا قريبين من بعض. اعمل ديفرنشال دياجنوزز ما بين الجرانيولوما والسيست ازاي؟ ايه؟ تمام. هيستوباثولوجي. ايوه بالميكروسكوب. الحاجه الوحيده اللي تعمل ديفرنشال دياجنوزز الميكروسكوب. عشان برضه السؤال ده. طيب بيقول لك which of the following function of an instrument bands for specimen tenor. يعني اللي هي في اداتين بنستخدمهم دي برضه بيجيبوهم في الصور كتير. في حاجه كده اكنها عامله زي الاليفيتور كده اللي هي اللي بيسموها البند بوشر، بيقولوا عليها البند بوشر. البند بوشر دي اللي بنستخدمها الاول ولا البند سيتر؟ بنستخدم الاول. بند بوشر ولا بند سيتر؟ واحنا بنحط البند بتاعت التقويم او بنعمل البند بتاعت التقويم، استخدم الاداه دي الاول اللي هو بيقولوا عليها البند بوشر، وبتيجي في الصور كتير الاداه دي. استخدم الاول البند بوشر دي ولا استخدم البند سيتر؟ الاول بنستخدم البند بوشر، نزق البند نخليها تنزل لتحت، وبعد كده بخلي المريض يقعد على حاجه كده زي البلاستيك، او يعض على حاجه زي البلاستيك كده، حاجه بلاستيكيه اللي هي اسمها بند، اللي هي اسمها البند سيتر دي، اللي بيدوس عليها بيقوم ضغط عليها المريض او عامل ضغط عليها المريض شبه الفرشه بالظبط كده، ويدوس عليها المريض عشان تنزل البند في مكانها او تخلي البند ينزل في مكانها. يبقى دي الاول اللي بتزق، دي اللي اسمها البوشر، هي اللي بتزق البند، وبعد كده اللي بيعض او بينزلها في مكانها او بيخليها في مكانها اللي هو السيتر. طيب بيقول لك ان اورسو تريتمنت، يعني في الاورسو وايل يو كاتنج، يعني واحنا بنقطع المفروض ايه الاحتياطات؟ لو في سلك زايد والمفروض ان احنا هنعمل له كليب، يعني هنقص السلك الزايد ده، المفروض ايه الاحتياطات اللي احنا بناخدها؟ المفروض الاحتياطات اللي احنا بنعملها لو في سلك وهنقصه بتاع زايد بتاع المريض بتاع القرص بتاع التقويم؟ ما نأذي النسج. ما نأذي النسج او السلك ما يفوت يبلع المريض. انا ابقى لابس اي جوجلز والمريض لابس اي جوجلز، انا ابقى لابس اي جوجلز والمريض يبقى لابس اي جوجلز. وساعات لو نعرف نحط رابر دام عشان السلك ما يروحش في زوره يبقى احسن، لو نعرف نحط رابر دام عشان السلك ما يروحش في 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 في, في فم المريض او يجرحه يبقى احسن. الزوايا بتاعت الاي ان بي والاس ان اي دول مهمين جدا. الاس ان اي ده بتقول علاقه المكسيلا، لما يكون كبير يبقى المكسيلا كبيره، لما يكون صغير يبقى المكسيلا صغيره. الاس ان بي بيشوف علاقه المندبل، لما يكون كبير يبقى المندبل كبير، صغير يبقى المندبل صغير. الاي ان بي هو الفرق ما بينهم، لما يكون كبير معناه المكسيلا متقدمه يبقى كلاس 2، لما يكون صغير معناه المكسيلا راجع لورا يبقى كلاس 3. ومهمين جدا وبيجوا في الاسئله كتير. السؤال ده برضو بيجي كتير. لو انا عندي المسافه ما بين الابر واللور قليله، يبقى البيز الدنشر بيز المفروض نعملها من الاكريل ولا من المعدن؟ برضو السؤال ده بيجي كتير جدا. لو المسافه قليله ما بين الابر واللور، يبقى البيز نعملها من المعدن ولا من الاكريل؟ معدن. المعدن. الاكريل بيحتاج مسافه اكبر او بيحتاج مسافه كبيره اكتر. طيب بيقول لك في السيرفيور لو احنا عملنا الاندر كات اخترناه كورونالي اكتر او لفوق اكتر، ايه التاثيرات اللي هي ممكن تحصل او ايه الحاجات اللي ممكن تحصل؟ لو احنا خلينا الاندر كات لفوق قوي ايه اللي ممكن يحصل؟
يعني انا رسمت الاندر كات لفوق جدا، خليت الاندر كات لفوق جدا، ايه اللي ممكن يحصل؟ بالكراون ولا بالار بي دي؟ كراون ولا ار بي دي الحاله يعني؟ لا السيرفير، السيرفير يبقى ريموفبل، طالما السيرفير يبقى ريموفبل. يبقى غالبا الكلاس مش هيعمل ريتنشن كويس، هيتخلع بسرعه وهيبقى في نقص في الريتنشن. فلو في اجابه ليها علاقه ان احنا هنفقد الريتنشن او مش هيبقى في ريتنشن كويس او مش هنعرف نجيب ريتنشن كويس والطقم مش هيمسك كويس، يبقى هي الاصح. طيب السيرفينج بنعملها على انهي كاست؟ بنعملها على الدياجنوستيك كاست، بنعملها على الدياجنوستيك كاست. طب لو الكاست بقى اللي بنعمل عليه الميتال فريم ورك اللي بيخش الفرن اسمه ايه؟ بس اللي بنعمل عليها الميتال فريم ورك اللي بيخش الاوفن او الفرن اسمه ايه؟ ريفراكتوري. اسمه ريفراكتوري كاست. ايه اسمه؟ ريفراكتوري كاست. طيب البوردر مولدنج بنعمله ايه؟ ممكن نعمله بالجريستيك، ممكن نتعمل بالامبريشن كومباوند. الويندو تكنيك في الميوكوستاتيك امبريشن بتتعمل بالالجينيت، ده صح؟ ده لو قال ويندو، لكن لو ما قالش ويندو، قال ميوكوستاتيك وسكت، يعني لو قال ويندو يبقى في مكان هتطلع منه زيادات الالجينيت فمش هيعمل ضغط. طب لو ما قالش ويندو، قال ميوكوستاتيك وسكت، يبقى صح؟ لو قال ميوكوستاتيك وسكت ومن غير ما يقول ويندو، من غير ما يفتح فتحه في الامبريشن تطلع منها زيادات الامبريشن، يبقى صح؟ يبقى ساعتها الجبس البلاستر، ساعتها الجبس البلاستر. الديس انفكشن بتاع الالجينيت، التطهير بتاع الالجينيت بيبقى الكلور بتركيز 0.5%. الامبريشن بنوديه ازاي في المعمل؟ ببلاستيك باج. بيبقى بايو هازارد ولا مش بايو هازارد؟ يعني الامبريشن وهو رايح المعمل بنحط عليه بايو هازارد ولا ما بنحطش عليه بايو هازارد؟ بنحط عليه بايو هازارد؟ لا مش محتاجين، هو بلاستيك باج وخلاص. طيب الكروجن بتاع البيرز ديو تو ستيم ستيرلايزيشن، يعني الحراره او الفرن او الحراره. فالمفروض ان احنا نستخدم ايه عشان ما ياثرش الحراره؟ ايه الماده اللي بنستخدمها؟ بنحطه في كونتينر كده في حاجه عشان يقلل الكروجن او يقلل الصدأ، اللي هو كان في 2% صوديوم نيتريت. كان بيبقى بيرفوريتد ولا نون بيرفوريتد؟ كان بيبقى بيرفوريتد. هو ايه البرفوريت؟ ايه البرفوريت؟ الصندوق اللي احنا بنحط فيه الادوات قبل ما ندخلها التعقيم بيبقى فيها صوديوم نيتريت. كان بيجي يقول لك الصندوق ده المفروض يبقى متخرم ولا مش متخرم، برفوريتد ولا نان برفوريتد. طيب الساينز اوف باثولوجيكال اوكلوجن، ايه العلامه اللي ممكن نشوف بيها باثولوجيكال اوكلوجن؟ يعني علامه ممكن نشوف بيها ان المريض بيعض عضه غلط، باثولوجيكال اوكلوجن يعني بيعض عضه غلط او بيعض عضه مش مظبوطه، ايه العلامه اللي ممكن نشوفها؟ ان يحصل تكسير في الانسايزال ايدج بتاع الاسنان، يحصل تكسير في الانسايزال ايدج بتاع الاسنان، يحصل شيفنج او تكسير او تكسر. طب ان هو يبقى في 2 مللي ما بين فرق ما بين السنتريك ريليشن والسنتريك اوكلوجن، ده صح ولا غلط؟ هو الفرق ده يبقى هو مش باثولوجيكال اوكلوجن، يبقى ده الاوكلوجن الصح. ده الفري وي سبيس اصلا، ده الطبيعي بتاع الفري وي سبيس. الفرق ما بين الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست والفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، يعني لو هو اللي قصده عليه ده الفري وي سبيس، ده طبيعي، ده صح، ده طبيعي ما فيهوش مشكله. طيب البريفوتيلا انترميديا دي بتسبب ايه؟ اللي احنا قلنا البريفوتيلا انترميديا او اللي هي البريفوتيلا انترميديا
ده اللي بتعمل البريجننسي جينجيفايتس. قلنا حرف البي زي حرف البي عشان تحفظوها ما تتلخبطوش، البي هنا زي البي، فدي اللي بتعمل البريجننسي جينجيفايتس او بتسبب البريجننسي جينجيفايتس. السيكل سكيلر بيشيل ايه؟ بيشيل السوبرا جينجيفال كالكولس، بيشيل السوبرا جينجيفال كالكولس. والكيوريت بيشيل ايه؟ بيعمل سب جينجيفال هود بلاننج. طيب اكتر انالجيسك او اكتر انا يعني اكتر مسكن بنستخدمه في الوجع بتاع العصب ايه هو؟ اكتر مسكن بنستخدمه في الوجع بتاع العصب ايه هو؟ ال ان سعيد. زي ال ان سعيد دي اللي بتشمل ايه بقى؟ اللي هو اللي بتشمل الكاتافلام، الكاتافاست، اللي هي النون ستيرويدال، كل اللي هي النون ستيرويدال او الحاجات اللي هي النون ستيرويدال دي. الاسيتامينوفين بنستخدمه بس في حالات، الحالات اللي هي بقى ست حامل مثلا، حد عنده مشكله في الكبد، فهيكون في مشكله، لكن مش في الغالب هو اللي بنستخدمه لانه ضعيف جدا يعني. الفلوريدا بروب، قلنا الفلوريدا بروب ده اللي بيجيب او بيعمل بيعمل اللي هو بيجيب القياسات او بيقيس القياسات، بيشوف القياسات وينقلها على طول على الكمبيوتر اللي هو بيبقى اوتوماتيك يعني. ده كان ايه عيوبه؟ inaccurate. ايه inaccurate. وفي عيب تاني ده اللي هو الفلور ده، ده بيقيس ويسجل على طول على الكمبيوتر. كان ايه عيوبه؟ ايه العيب التاني بتاعه؟ ايه العيب التاني بتاعه؟ ليه عيب تاني برضه inaccurate وفي عيب تاني، في عيب تاني غيره. عيب تاني ان هو بيبقى بيفقدنا التكتايل سنسيشن، او بيفقد معانا التكتايل سنسيشن، او بيخلينا نفقد التكتايل سنسيشن. طيب الترقيمات بتاعت الجروب كلها لازم تبقوا عارفينها، اللي بيترقم اللي بيبقى فاقد رقم 4 و6، واللي بيبقى فاقد اللي بيبقى مترقم 3.5 5.5، والاشكال بتاعتهم عشان بيجيبوها كتير. طب امتى ما نعرفش نستخدم اللينجوال بار؟ لو المسافه قليله، لو المسافه تحت الاسنان قليله يبقى مش هنعرف نستخدم اللينجوال بار اللي هي الشالو فيستيبيول. طب لو في انتيريور سبيسنج، لو في فراغات ما بين الاسنان بنستخدم ايه؟ لو في سبيس بنستخدم ايه؟ لو في فراغات ما بين الاسنان بنستخدم ايه؟ سنجل امبار. اللي هو كان بيخش، خلوا بالكم لو قال بريدونتال بس بنستخدم البليت، لكن لو قال بريدونتال ومعاهم سبيس بنستخدم اللي هو السنجل امبار او كونتينوس بار اللي هو بيقول عليه كونتينوس بار. طيب اكتر اتاتشمنت في الاوفر دينشر بتكون ايه؟ خلوا بالكم لو اتاتشمنت على سن غير لو اتاتشمنت على امبلانت. لو اتاتشت على سن قلنا بنعملها ثلاث حاجات، يا اما الدم، يا اما الاستاد اللي هي الميل والفيميل، يا اما السامبل اللي هو بيبقى عامل زي الرصاص، ده لو على سن طبيعي. طب لو على امبلانت، لو هو سنجل او تو امبلانت بنعمله الاورينج. لو هو اكتر من اثنين بنعمله اللي هو زي شريط القطر اللي هو البار. طب ايه الفروقات ما بين الامبلانت والسن دي قلنا عليها؟ ما بين الانفيريور الفلر كانال 2 مللي، لو في بايلاترال اريا ريديولوسنس في البريمولر يبقى دي كده نعرف الحاجه ازاي ان هي حاجه نورمال او حاجه باثولوجيكال. الفرق عشان تعرفوا اي حاجه وتميزوها اذا كانت حاجه نورمال ولا اذا كانت حاجه باثولوجيكال فيها مشكله، ان هي تكون سيمتريكال وبايلاترال، تكون متناغمه على الجنبين. طالما الحاجه متناغمه على الجنبين غالبا مش هتكون باثولوجيكال، هتكون حاجه نورمال او نورمال اناتوميكال.
طيب بيقول لك لو في مريض عايز يعوض اللور 5 مولر بايلاترالي باي مانديبولار بارشر دنشر، يبقى كده الرفع دي تعتبر رفع من نوع ايه؟ ده كده رفع من نوع ايه اللي هو عايز يجيب عنده اللور 5 هنا مخلوع وهيركب مكانه، يبقى دي كده رفع من نوع ايه، او الرفع دي كده من نوع ايه؟ يبقى نقطة الارتكاز من ورا ومن قدام، يبقى دي كده الرفع اللي من النوع الرابع، نقطة الارتكاز من ورا ومن قدام، يبقى دي كده رفع من النوع الثالث، الرفع اللي من النوع الثالث اللي هي زي كانت زي تي ام جي كده، نقطة ارتكاز من خلف ومن امام، يبقى دي كده النوع الثالث. طيب البير اللي بنستخدمها في السي شيب كانال، البير اللي بنفتح بيها السي شيب كانال او القنوات اللي هي بتبقى السي شيب كانال دي بتبقى فين الاول؟ القنوات اللي هي سي شيب بتبقى فين؟ واحد مولر اللي هو اللور 7، اللور 7 ممتاز. طب بنفتحها بايه بقى؟ بنعمل لها فتح بايه؟ بنعمل لها بال 169 ال بير، الا لو قال لنا ان في كالسيفيكيشن، الا لو قال لنا ان في كالسيفيكيشن هنعمل لها ايه او ايه اللي هنعمله لها؟ لا ساعتها يعني لو قال عادي طبيعي ما فيش مشكله هنعمل هنعمل اللي هو ال 169 ال بير. قال في كالسيفيكيشن او في ستونز، عشان ساعات بيقول في ستونز، في ستونز موجوده، لا يبقى امن حاجه ساعتها وامن حاجه نستخدمها اللي هو الالتراسونيك. طب السيمنت اللي بنستخدمه في السيراميك، مع السيراميك بنستخدم، مع السيراميك بنستخدم ايه؟ نستخدم ريزن. طب لو استخدمنا جلاس ايونومر مع السيراميك بيعمل ايه؟ بيعمل كراك، هيعمل شروخ او هيشرخ اللي هو الكراك. طيب بيقول لك لو في كيس في مريض عنده كلاس 5 ريستوريشن وعملناها كومبوزيت، بعد ما خلصنا عملنا بولشنج لقينا وعملنا ري اتشنج للفلوبول، ايه النيم بتاعت البروسيدور؟ يعني بيقول لك بعد ما عملنا الكومبوزيت حطينا كومبوزيت تاني وعملنا ري اتشنج، فكده بنعمل ايه؟ ريباوندنج. يعني احنا قلنا الكومبوزيت لو قبل ما نعمل له فينيشنج نقدر نضيف عليه طبقه كومبوزيت عادي طبيعي، لكن لو بعد ما اتعمل له فينيشنج لازم اعيد تاني، لازم اعمل اتشنج واعمل طبقه بوند واحط الكومبوزيت تاني. الكومبوزيت لو قبل ما يتعمل له اتشنج نقدر نحط كومبوزيت او نعمل اضافه لكومبوزيت تاني من غير ما نحط اي حاجه، لكن لو بيقول لك افتر بولشنج او بعد ما عملنا بول او بعد ما فنشناه لا ما ينفعش، لازم نعمل اتشنج تاني ولازم نحط نحط طبقه من فلو بالكومبوزيت ونحط قبليها البوند. طيب بيقول لك افتر سكيلنج بيشنت هاز سنسيتيفيتي، وات بارت، يعني مين اكتر جزء بيجي له حساسيه في السن او اكتر جزء بيتحسس في السن؟ الجزء الكورونال ولا الميدل ولا الايبيكال؟ يعني اكتر جزء بيجي له حساسيه بعد التنظيف. كورونال عشان السمنت والامل جنكشن. الكورونال في الغالب. طيب اكتر نوع من انواع البذور بيبقى بيلتئم بسهوله او بيحصل له التئام بسهوله؟ السيري وول اللي هو بيبقى موجود ثلاثة وفقد واحد بس، ده بيبقى أحسن واحد وده بيبقى أفضل واحد وده بيبقى أكتر واحد مفضل من الالتئام أو مفضل في الالتئام. بالنسبة للبروجنوزس مين أكتر، الفيرتيكال ولا الهوريزونتال؟ لا الفيرتيكال، البروجنوز أفضل في الفيرتيكال مش في الهوريزونتال. حتى اصلا بتلاقي بيقول لك في الهوريزونتال ان انت اول خطوه بتعمله فيه ان انت بتعمل فيه فيرتيكال جروفنج، يعني انت وانت بتعالج الهوريزونتال اول خطوه بتعمله فيه او اول خطوه ليه؟ عشان تعمل، لانك انت لو حاجه
نايمه كده بالعرض عشان ترص عليها عظم، العظم يعني مفيش حاجه تمسكه، مفيش حاجه، هيقع هينهار، هيبقى عامل زي الجبل كل ما تيجي تحط عليه رمله هيقع، هيقع من الجوانب. لكن الحاجه اللي واقفه بالطول كده تقدر تحط جنبها او تبني جنبها عظم. فاول خطوه اصلا من تحويل العلاج بتاع الهوريزونتال ان انت كنت بتحوله الفيرتيكال اصلا، ان انت تعمل فيه فيرتيكال جروفنج او تقوم قسمه بالعرض بالطول كده. الفيروس بتاع الايدز اسمه ايه؟ اسمه الاتش اي في. طب التي بي بيقعد قد ايه؟ قلنا بيقعد من 4 لـ6 ساعات. طيب لو في مريض جالي، السؤال ده بيجي كتير جدا وبتكرر كتير جدا في الامتحان، او مريض تي بي جالي العياده، اعالجه ولا ما اعالجهوش؟ واكتف، خلي بالك اكتف يعني نشط، يعني عنده نشط. نعالجه ونعمل له ريفير، نعالجه ونعمل له ريفير لان هو نشط، فالمفروض بيشوف العلاج بتاعه او يعمل التحاليل بتاعته او يعمل العلاج بتاعه. والمفروض ان احنا ما فيش حد ايمرجنسي بيروح يا جماعه، ما فيش اي سبب من اسباب لاي مريض ايمرجنسي في الاسنان ينفع يروح. قال لك ان شاء الله يكون عنده زي ما يكون، ما فيش اي علاج للايمرجنسي ينفع يتاخر. العلاجات اللي بتتاخر اللي اسمها الاليكتيف، اللي هي تبييض مش عارف حشو مش عارف كذا، الحاجات اللي هي الاختياريه. لكن اي ايمرجنسي، اي طوارئ، مريض هيموت من الاندو، هيموت من وجع الاندو، عنده مشكله كبيره، لا ما ينفعش. طيب اللي بيحدد الانتيريور اوكلوجن او الحاجه اللي بتحدد الانتيريور اوكلوجن اللي هي الهوريزونتال اوفرلاب والفيرتيكال اوفرلاب. الهوريزونتال اوفرلاب اسمها ايه؟ الهوريزونتال اوفرلاب ايه الاسم بتاعها؟ اوفر جيت. اوفر جيت. والفيرتيكال اوفرلاب كان اسمها اوفر باي. كانت بتزيد مع انهي كلاس؟ الاوفر جيت كانت بتزيد مع انهي كلاس من الكلاسات بتاعت القرص وبتاعت التقويم بتاعت الدنتال؟ كانت الاوفر جيت كانت بتزيد مع انهي واحده؟ كلاس 2 ديفيجن 1. كلاس 2 ديفيجن 1. والاوفر بايت او اللي هي الاوفر بايت او اللي هي الفيرتيكال كانت بتزيد مع انهي واحده؟ كلاس 2 ديفيجن 2. ديفيجن 2، كلاس 2 ديفيجن 2. طيب الفانكشن بتاعت الماينور كونكتور، الماينور كونكتور الفانكشن بتاعته ايه او الوظيفه بتاعته ايه؟ ان هو بيربط الاجزاء بتاعت الكلاس اسمبلي اللي هي الاجزاء بتاعت المشبك والدايركت بالب والدايركت ريتينر والحاجات دي، بتربطها الكلاسبات مع الميجر كونكتور او بتعملها مع الميجر كونكتور. خلوا بالكم عشان كان ليها تقسيمه برضو مهمه وبتيجي في الاسئله، في الاسئله كتير في كلاس 1 وكلاس 2. الماينور كونكتور كان بيتعمل اللي هو شبه الشباك او شبه السلم اللي هو كان الميش ورك او اللاتس، وفي كلاس 3 وكلاس 4 كان بيتعمل اللي هو الامبريجر اللي هو واقف بزاويه اقل من 90. مش ممكن نضيف لها الاستابيليتي والريتنشن في ال ايه؟ ولا دي الجايدنج بلين؟ لا خلاص شكرا. اللي بيعمل احتكاك ده على سطح السن، لو ده قصدك اللي هو بيحك في سطح السن، دي الجايدنج بلين، دي بتساهم في الريتنشن. لا الجايدنج بلينز حاجه، واللي بيربط الكلاسبات مع الميجر كونكتور ده الماينور كونكتور ده حاجه ثانيه. طيب بيقول لك ويتش كومبوننت اوف ريموفال بارشال دينشر بريفير توورد، يعني لما تدوس على الطقم ما ينزلش لتحت، ايه الحاجه اللي بتخليه لما تيجي تدوس على الطقم ما ينزلش لتحت؟ الريست سيت او الريست سيت دي كانت بتأدي وظيفة ايه؟ لو قال لنا الوظيفة بتاعتها او الوظيفة اللي هي بتأدي، يبقى كده هي بتعمل ايه؟ وظيفة ايه؟ تنن ديستورشن للتيشو، تعمل اللي هي اسمها ايه يعني؟ يعني الوظيفة دي المصطلح ده اسمه ايه؟ سبورت. المصطلح ده اسمه السبورت. طيب بيقول لك in which situation allow to make high posterior cusp، يعني اعلي الكسبات في الخلف او اخلي الكسبات في الخلف عاليه، فانهي عايز اعمل ايه او عايز اعمل علاج لايه؟ ايوه وديكي سوسه دي هتيجي سنانكي جديده عشان تاني يعني انا عايز اعالج حاجه معينه، فهخلي الكسبات من ورا عاليه، دي بنعالج بيها ايه؟
الديب بايت، الديب بايت في الانتيريور ولا في البوستيريور؟ وريني اللي فوق بقى. الديب بايت في الانتيريور ولا في البوستيريور؟ لا اللي فوق. انتيريور. في الانتيريور، في الانتيريور. وريني. طيب النون ميلفنانس ان احنا ما نضرش، ما نعملش ضرر للمريض. لو احنا كسرنا فايل وعملنا له باي باس المفروض نعمله، المفروض نقول للمريض لو سمحت حمايه المريض من السقوط طبعا. نمل فينانس ما ناذيهوش، ما نعملوش ضرر، ما نضروش. فهي نمل اجابات كده، في اجابات بتيجي ان هي دو جود، واحيانا بتيجي دونت هارم. ممكن لا الدو جود يعني نعمل كل شيء كويس، لكن الدونت هارم ما ناذيهوش. فدي هي قريبه، هي ممكن تمشي دو جود لا، بس هي قريبه اكتر او اقرب اكتر ان احنا لانه هيقع. يعني لو احنا مثلا مريض معاق او اي حاجه واحنا عملنا له سلالم عاديه يطلع عليها هيقع، فكده احنا مش بنعمل له حاجه كويسه، احنا بنحاول اكتر ما نضرهوش. هما الاثنين يمشوا، بس اللي تمشي اكتر احنا كده ما بنخلوش يتضر او ما بنعملوش ضرر او بنحاول ما نضرهوش. بيقول لك لو في اكسيدنت بالب اكسبوجر، يعني لو فتحت العصب او عملت فتح العصب، ايه اللي احنا نعمله؟ اي حاجه غلط يا جماعه نعملها، اول حاجه المفروض تتعمل ان احنا نبلغ المريض، لان المريض ليه الحق ان هو يعرف باي حاجه بتحصل سواء ايجابيه او سلبيه، لازم تتبلغ المريض. طب لو مريض بياخد 81 مللي جرام اسبرين وجاء عشان يخلع، ده اخلع له ولا اقول له بقى روح اعمل لي تحاليل واعمل لي بقى بليدنج تايم واعمل لي الحاجات دي؟ لا هنخلع له. هنخلع عادي. امال امتى؟ ايه ال ايه الكميه اللي عندها بناخد بقى التحليلات؟ 325 اكتر من 325 او 300، من فوق ال 300 بنبتدي يقول له لا مش هينفع الكلام ده، لازم بقى تروح للفيزيشن بتاعك وتتابع والكلام ده. طيب هو السؤال اللي قبله بتاع الاكسيدنتال بالب اكسبوجر ده كان بيجي اسئله ثانيه عن الاتيتيود اللي بنكلم بيه البيشنت لما نيجي نقول له على المشكله. في حاجه اسمها بريك، بس دي مش طبعا هي دي مش المشكله دي. في حاجه اسمها بريكنج باد نيوز، اللي هو اخبار المريض بالحاجات السيئه او بالاخبار السيئه، بس دي اكتر كانت بتيجي مع السرطانات، مش ان احنا ده كده حاجه سهله يعني، بتيجي اكتر مع الحاجات اللي هي اسمها بريكنج باد نيوز. يعني احنا اكتشفنا عنده سرطان، اكتشفنا عنده حاجه خطيره، فهنقول له ازاي؟ كان يقول لك تقول له بعنف ولا تقول له بسرعه ولا، فكان يقول لك تقول له الاصح ان انت تقول له ستيدي بالراحه وتتاكد ان هو استوعب. يعني ما تقولش للمريض ايه ده يا حاج احنا اكتشفنا ان انت عندك مثلا سكواما سيل كارسينوما، مفيش حاجه اسمها كده. تقول له مثلا لقينا سرطان مش عارف ايه في كذا، او لقينا خلايا خبيثه في كذا في كذا، فلازم تقول له بطريقه سهله وبالراحه وتتاكد كل شويه ان هو فهم واستوعب. يعني دي الطريقه بتاعت اللي هي بيسموها الباد نيوز او البريكنج باد نيوز. المينيمم دايز فور اكستراكشن بيفور كيموثيرابي، المفروض الكيموثيرابي المينيمم لو لقينا رقم 10 هو ادق، المينيمم لو لقينا رقم 10 في الكيموثيرابي ادق، والافضل 21 اللي هو 3 اسابيع، هي الافضل الاقل خالص 10 ايام، الافضل والاحسن 3 اسابيع. طيب لو في فراكشر كلاسب ومن الاوكلوزال ريسك والفراكشر حصل في الريتنتيف ارم اورلي، المفروض نعمل ايه او ايه اللي احنا نعمله؟ اي فراكشر بنعمله لحام او بنلحمه، اي فراكشر بنعمله لحام او بنلحمه. طب لو مريض عنده حساسيه من السلفر او في حساسيه من السلفر عندي، ايه اللي المفروض نتجنبه؟ البولي سلفايد، البولي سلفايد. طيب بيقول لك امبريشن ويز نو دايمنشنال تشينج وين اكسبوز تو ووتر، يعني الحاجه اللي لو حطيتها في الميه 20 سنه مش هيحصل لها اي تغير. يعني باختصار بيقول لك قول لي ايه الماده في المواد اللي هو جايبها دي هيدروفوبيك، بتخاف من الميه ما بتحبش الميه. احنا قلنا عندنا الهيدروفيلك ثلاث حاجات او حاجتين، الهيدروكولويد اللي هي بتتقسم لشقين، الريفرسيبل اللي هو الاجار اجار، والريفرسيبل اللي هو الالجينيت والبولي ايثر، دول بيتقال عليهم فيلك، يعني لو حطيناهم في الميه يشفطوا الميه وشكلهم يتغير. اي حاجه ثانيه كوندنسيشن سيليكون، بولي سلفايد، بولي فينايل سيليكونيز، اي حاجه ثانيه هي
كارهة للمية أو بتكره المية. طيب البترن بتاع الماجنيتوستريكتيف، احنا قلنا في عندنا في الالتراسونيك حاجتين، في حاجه بتمشي كده بصوره كده وفي حاجه بتلف كده. الماجنيتوستريكتيف كانت بتمشي لايه او مع مين او بتمشي ايه؟ الماجنيتوستريكتيف بتمشي مع ايه؟ الليبتيك. اللي هو بتمشي بيضاويه بصوره بيضاويه او بتعمل بصوره بيضاويه. طيب اللي هو السايت سبيسيفيك بريدونتال انسترومنت، يعني الانسترومنت اللي بتشتغل في مكان معين، اللي هي الجريسي كيوريت اللي احنا كنا بنرقمها 1 2 و3 و4 في الانتيرور، 5 و6 في البريمولر، 7 و8 و9 و10 ده البكال واللينجوال بتاع البوستيرور، 11 و12 ميزيال بوستيرور، 13 و14 ديستال بوستيرور. البيست بروجنوزز اوف انفرا بوني اللي هو متبقي ثلاثه وفقد واحد، اللي هو متبقي ثلاثه وفقد واحد. طيب السيلز اللي في البريدونتال ليجامنت اللي هي بتكون البون فورميشن والبون ريزوبشن، يعني بتعمل الصفتين، تبني وتهد في نفس الوقت، اللي هي بتعمل ريموديلنج باختصار او بتعمل اعاده تشكيل، اللي هي الاوستيوبلاست. طيب الجريدز بتاعت الفريمتس، ايه الفرق ما بين الفريمتس والموبيليتي؟ ايه الفرق ان احنا نقول في فريمتس ونقول موبيليتي؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ما بين الفريمتس والموبيليتي ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين الفريمتس والموبيليتي؟ الفريمتس اللي هي مع الاوكلوجن، الموبيليتي بتاع الاسنان مع الاوكلوجن، لكن الموبيليتي اللي هي حركه الاسنان العاديه. لو في مايلد فايبريشن مع الاوكلوجن يبقى ده ستيج 1، لو في بالبابول يعني اقدر احسها بس ما اشوفهاش يبقى جريد 2، لو بشوفها بعيني يعني وانا بدز على اسناني، لو وقفت قدام مرايه كده بشوف اسناني بتتهز يبقى ده كده جريد 3. دبليو اتش او قلنا المميز بتاعه ان هو بيبقى فيه كوره كده من قدام، او في زي كوره كده من قدام، او في زي كوره نص ملي. نسبة الأوسيوس كراتر، الكراتر اللي هو التو وول، نسبته في كل الأسنان نسبته التلت، في اللور بس نسبته التلتين، في كل الأسنان نسبته التلت، في اللور بس نسبته التلتين. طيب عشان نعالج الفرينم اتاتشمنت بنعالجه بإيه؟ بنعالجه بالفرينكتومي، بنعالجه بالقطع الفرينم أو إن احنا نقطع الفرينم اللي هي الفرينكتومي. قلنا اول خطوه بنعملها لو عندي بون لوس وعايز اعالج البون لوس ده، او عايز اعالج العظم ده، او عايز اعالج العظم اللي موجود، اول خطوه بنعملها ان احنا بنحول العظم بدل ما هو هوريزونتال نحوله بالطولي. فاول خطوه بنعملها هي ايه؟ اللي هي الفيرتيكال جروفنج، اللي هي الفيرتيكال جروفنج. طيب بيقول لك لو في دايابيتيك بيشنت وعنده سويلنج مالتيبل، كذا سويلنج موجود وبليدنج وعنده السكر التراكمي عالي، فكده يبقى عنده ايه؟ ايه التشخيص اللي يبقى عنده؟ ايه اكتر حاجه بتحصل للناس اللي عندهم السكر؟ اللي هي البريدونتال ابسس. الستيجز بتاعت التروما دي برضو بيجيبوها كتير، يعني لو سنة اتعرضت للتروما عشان ترجع للطبيعي، ايه الخطوات بتاعت رجوعها للطبيعي، او ايه الخطوات اللي تخليها ترجع للطبيعي؟ ان هي خدت تروما يعني حصل لها انجري، بعد كده هتبتدي تتكيف مع، يعني تعمل زي تكيف مع الوضع وتبتدي تصلح، تعالج، تعمل ريبير، وبعد كده ترجع للنورمال للطبيعي وترجع للصورة الطبيعية. طيب الورست ستورج ميديا في الابلز التوس، يعني اوحش حاجه لو المريض كلمني في التليفون وقال لي احط السن في ايه عبال ما اجي لك، اوحش حاجه هي ايه؟ او اكتر حاجه سيئه هي ايه؟ اكتر حاجه سيئه هي ايه؟ الميه، اكتر حاجه سيئه هي الميه، اكتر حاجه سيئه هي الميه. بالاقل سوء منها السلاين ولا السلايفه؟ الايه؟ الأقل سوءا منها السلاين ولا السلايفا؟
لا السلايفا رقم ثلاثة، السلاين أقل حاجة، أقل حاجة في اللي قبل الووتر على طول، يعني هما بالترتيب كده هانكس وبعد كده ميلك وبعد كده سلايفا وبعد كده سلاين. طيب أحسن حاجة نعقم بيها الجاتا برشا أو نعمل تعقيم بيها للجاتا برشا اللي هو الكلور نفس تركيز الإريجيشن، مش تركيز مخفف، نفس تركيز الإريجيشن اللي هو خمسة وربع تقريبا أو 5 و25% لمدة دقيقة، 5 و25 لمدة دقيقة. طيب إيه هي ال دكتور، هو الميلك والسنان يبقى وارم ولا كولد؟ الإيه؟ الملك اللي بنحفظ فيه الافالج التوس بيبقى وارم ولا كولد؟ لا ما يبقاش ورم ولا المفروض بيبقى كولد، يعني المفروض بيبقى في درجة الحرارة، لكن ممكن نقول كولد مثلا، هو المفروض إن هو بيبقى في المتوسط كده، يعني اللي هو بيقولوا عليه فاتر يعني، فالمفروض هو اصل بيبقى كان مكتوب في الاختيارات اتروم تمبريتشر او كولد ميلك، الاثنين كانوا موجودين، يبقى نختار اتروم ولا كولد؟ لا اتروم. اتروم تمبريتشر. اه لو مش لو بقى جايب هوت وكولد يبقى نختار كولد، ما نختارش هوت خالص. لا ما فيش هوت، هي كانت اتروم تمبريتشر وكولد الروم ميلك. الروم. تمام يا دكتور. طيب بيقول لك ايه الاستيمولس اللي ممكن تسبب موفمنت في الدينتينال فلويدز، يعني بتسبب ان هي حركه السوائل تزيد لغايه ما توصل العصب او توصل للعصب. ايه المؤثر اللي يحرك حركه السوائل او يسبب حركه السوائل؟ الحار. الحار عشان كده كنا بنخاف جدا من واحنا شغالين في اللي هو في بالهاند بيس ان السنه تسخن او السنه يحصل لها سخونيه. طيب السبلكسيشن، تعريف السبلكسيشن، السبلكسيشن هو ايه؟ ان السنه اتحركت بمكانها لكن ما حصلهاش، يعني اتهزت في مكانها لكن ما خرجتش، يعني ما طلعتش مثلا لبره، ما دخلتش لجوه، ما راحتش ليبيال، ما راحتش لينجوال، اتحركت بس في مكانها، اتهزت بس في مكانها، او حصل لها هزه في مكانها من غير اي ديسبليسمنت، من غير اي ديسبليسمنت. فالتعريف بتاعها ان حصل تروما للسن وفي انكريزد موبيليتي، في موبيليتي فيها ويز اوت ديسبليسمنت. ويز اوت ديسبليسمنت يعني ايه؟ يعني ولا راحت يمين ولا راحت شمال ولا دخلت لجوه ولا طلعت لبره ولا حصل لها اي حاجه، هي بس مجرد ان بقى فيها زياده في الموبيليتي. طب السنه دي بنعمل لها ايه؟ بنعمل لها تثبيت قد ايه؟ بنعمل لها اسبوعين، بنعمل لها تثبيت، دي من الحاجات اللي هي بتثبت اسبوعين. طب بيجي برضو سؤال كتير قوي قوي في الامتحان وبرضو بيبقى فيه حوارات كده، نعملها بريجيد ولا فليكسيبل السبلنت، يكون ناشف ولا طري، خفيف ولا تقيل يعني، او ناشف او طري. نعمل فليكسيبل، نعمله مرن في مرونه، نعمله مرن في مرونه. طيب بيقول لك كالكوليت ذا ماكسيمم دوز اوف ليدوكاين ويز اوت ابينفرين، اللي ويز اوت ابينفرين قلنا بنضرب الرقم في كام؟ 4.4. اه احنا قلنا عندنا جرعه المخدر، خليكم يا جماعه لازم يجي سؤال في الامتحان على الحساب بتاع الجرعات ده، وهي سهله، معانا ابينفرين هنضرب الوزن في 7، مش معانا ابينفرين هنضرب الوزن في 4.4. الرقم اللي هيطلع كله لو عايز اجيب الكربولات، لو كان التركيز 1.8 يبقى هنقسم على 36، لو مش قصدي مش التركيز، الحجم، لو كان الحجم 2.2 يبقى هنقسم على 44، ده يطلع لنا عدد الكربولات او العدد بتاع الكربولات او العدد المفروض بتاعك. طيب الافالز التوس لو عدى عليها اكتر من ساعتين التثبيت بتاعها بيبقى قد ايه؟ قلنا في الافالجن في حاجه لو اقل من ساعه وفي حاجه لو اكتر من ساعه، هو هنا بيقول ساعتين، يبقى نعمل لها ايه او ايه الحاجه اللي نعملها لها؟ 4 ويك. 4 ويك. طب دي بنعمل لها روك كانال قبل ما نثبتها ولا روك كانال بعد ما نثبتها؟ قبل ما نثبتها. قبل ما نثبتها نعمل لها في ايدينا او نعملها وهو في ايدينا؟ طب في هي الحاله بيكون رجد ولا لا؟ برضه فليكسبل برضه. طيب بيقول لك موست كومن ادفرس افكت اوف افالز تو، اكتر
حاجه بتحصل مع الافالجن برضو البتاع دي بتيجي كتير اكتر مضاعفه او مشكله بتحصل مع الافالجن توس ايه هي؟ اللي هي الانكيلوزيس او التيبس او الريبليسمنت ريزوبشن، اللي هو الانكيلوزيس او التيبس او الريبليسمنت ريزوبشن. الليبكسيفيكيشن بنعمله بايه او ايه الماده اللي احنا بنعمله؟ خلوها قاعده كده معاكم، اي ماده عايزين نعمل انتاج للاندكشن للهارد تيشو فورميشن يبقى على طول الافضل ام تي اي واللي تحتها الكالسيوم هيدروكسايد. اي حاجه فيها اندكشن سواء كان بيرفوريشن عايزين نعمل ليبكسيفيكيشن، عايزين نعمل دايركت بالب كابنج، عايزين نعمل اندايركت بالب كابنج، اي حاجه عايزين ننتج فيها انسجه صلبه او خلايا صلبه او اجزاء صلبه يبقى الـ MTA الـ first choice والـ calcium hydroxide الـ second choice. طيب بيقول لك الـ energy stored of material until point of fraction. قلنا كده في كان في شويه تعريفات قلناهم في الاوبرتيف قلنا مهمين خلوا بالكم عشان بقى لهم فتره بيركزوا عليهم. بيقول لك ايه كميه الطاقه اللي هتقدر تتحملها الـ 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 الماده قبل ما تنكسر. دي اسمها ايه او بيتقال عليها ايه؟ الصلابه، اللي هي قدره الماده على تحمل الطاقه قبل ما تنكسر. طب قدره الماده على مقاومه الانديديشن الخدش كان اسمها ايه؟ هاردنس. الهاردنس اللي هي الصلاده، اللي هي الصلاده، اللي هي الصلاده. طب قدرتها قبل ما يحصل لها ديفورميشن تشكل الريزيلينس. الريزيلينس طيب الميثود الطريقه اللي بنشوف بيها البلاد فلو. البلاد احنا قلنا في جهازين بنستخدم عندهم، في حاجه بيقيس ضغط الاكسجين في الدم، ده اسمه ايه اللي بيقيس ضغط الاكسجين اللي قلنا زي جهاز الكورونا الاوكسيمتري اللي هو البلس اوكسيمتري، وفي اللي بيشوف تدفق الدم في البلب او تدفق الدم في العصب اللي هو الدوبلر فلوميتري. طيب بيقول لك لو في كورونا لاترال بيرفوريشن اوبزرفد ويز فايل 15. فايل 15 يعني قصده يقول لك ان هو سمول بيرفوريشن يعني صغير، وسوبرا كريستال يعني فوق مستوى العظم، واحنا قفلناه بالام تي اي واتقفل على طول ما عدناش فتره طويله، يبقى كده البروجنوز بتاعه جود. طيب البيست ماتيريال يوزد ان افالز توس تو ريديوس ريبليسمنت ريزوبشن افتر ريبلانتيشن، يعني بعد ما ندخلها. خلوا بالكم يا جماعه بعد ما ندخل غير قبل ما ندخلها، يعني لو قبل ما ندخلها كانت الماده اللي بتمنع الانكيلوزز او الريبليسمنت ريزوبشن كانت ايه؟ قبل ما نحط السنه او قبل ما نعمل لها ريمبلانتيشن الماده كانت ايه؟ الماده كانت ايه؟ الصوديوم فلورايد 2.4 من 10 لمده ثلث ساعه. قلنا بنغطسها في الصوديوم فلورايد 2.4 من 10 ثلث ساعه، ده لو قبل ال ما نحطها او نعمل لها ري امبلانتيشن، لكن لو بعد ما حطيناها يبقى الماده ليدر ميكس. طب لو الايبكس اوبن احسن ماده نحطها فيها نعمل لها اميرجن فيها هي ايه؟ لو الايبكس اوبن احسن ماده نحط فيها السن او نغطس فيها السن هي ايه؟ التتراسايكلين. اللي هي الدوكسيسايكل اللي هي من الحاجات بتاعت من عائله التتراسايكل. لو في مريض اليرجيك للسلفر ده قلنا اللي هو البولي سلفايد. الفيرتيكال روت فراكشر قلنا احسن تشخيص للفيرتيكال روت فراكشر هو ايه؟ احسن تشخيص او البيست كونفرميشن احسن تاكيد، خلينا نقول الحاجه اللي تاكد لنا الفيرتيكال روت فراكشر هو ايه؟ الحاجه اللي تاكد اللي هو الجراحات الاستكشافيه، لكن التشخيص هو بالكون بيم سي تي. الكون بيم سي تي. طيب الليدج لو انا عملت ليدج بيبقى احسن حاجه ايه؟ ان احنا نتني الفايل من قدام او نخلي الفايل فيه تانية من قدام او نخلي الفايل فيه بري كيرفيتشر من قدام اللي هو بري كيرفنج الفايل. طيب لو في بيقول لك في صوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت، يعني انا عملت
صدمه كلور، وفي كلور دخل المفروض نعمل له ايه؟ المفروض دي حاله امرجنسي، بيودوه للامرجنسي، بتشم ريحه الكلور، بيقول لك ان انت هتعرف ازاي التشخيص ان هي دي حصل له صدمه الكلور، هيبقى في سويلنج طبعا، وهيبقى في ريحه الكلور بتطلع من قلب المكان او بتخرج من قلب المكان. طيب الهيلسي بيشنت، لو في مريض هيلسي وجاي عشان يعمل روت كانال تريتمنت، وبعد ما اديت له الانفيرور الفلر واللونج باكال انفلتريشن، وانت بتفتح لقيت المريض فيه ألم واديته واحدة كمان inferior alveolar، وأول ما وصلت العصب قام صرخ تاني نفس الصرخة، فبيقول لك المفروض تعمل إيه؟ نديله واحدة inferior alveolar تاني، ولا لونج باكل، ولا نمشي المريض ونديله antibiotic، ولا نديله intraligamentary؟ نديله انتراليجمنتري عشان يزود الانستيزيا، او يزود الانستيزيا نديله انتراليجمنتري. طيب الاطوال بتاعه الفايلات بتكون قد ايه، او الطول بتاع الفايلات؟ الايزو ده اللي هو الطول الثابت، الطول الثابت بتاع الفايل من هنا بيبقى قد ايه؟ الطول الثابت من هنا بيبقى 16. طب هي الاطوال بتاعه الفايلات اصلا بتكون قد ايه؟ الاطوال في المجمل بتاعه الفايلات بتكون قد ايه؟ 21 25 31. الله ينور عليك، ممتاز. اكتر سبب لكسر الامالجم، هل ان احنا ما عملناهوش غلط، عملناه غلط ما عملناهوش صح، يا اما عملنا تيتوريشن غلط، او ان الحشوه كانت عاليه، ولا الدبس ما كانش كويس، ولا ما عملناش سبورتنج للتوس ستراكشر، كل تقريبا من الاسباب دي. طيب هو في سؤال الامالجم ده، لو ما عجبليش اختياره الاول وعايزني اختار واحده بس، هتلاقي ايه اكتر واحده؟ هيبقى اكتر سبب في الاسباب، ممكن مثلا الهاي ريستوريشن اكتر سبب، لو مش هي هيخليك كسر، ان هي لو التركيبه عاليه، الحشوه عاليه، او الحشوه المفروض عاليه. طيب بيقول لك ايه الاكتر نوع مستخدم من انواع البن، او بيستخدم اللي هو السيلف ثريدنج اللي هو بيلف. طيب ايه الماتيريال اللي بتتفاعل بحمض مع قاعده او اسيد مع بيز، اللي هي الجلاس اينومر سيمنت. طيب الان اورجانيك في الدنتين بيكون قد ايه؟ بيكون 70%، وبيكون الماده بتاعته ايه؟ هيدروكسي اباتايت. طب الان اورجانيك في الانامل بيكون قد ايه؟ 95 ل 98%، 95 برايمري ماتوريشن، 98 سكندري ماتوريشن. اماونت اوف بون لوس، البون لوس بيحصل قد ايه؟ بيبقى دايما في الانتر دنتال، او في منطقه البوكيت، او في المنطقه بتاعه الانتر دنتال بيكون اكتر، فبيكون 2/10 في الفيشيال و3/10 في البروكسيمال. عشان نزود الريزيستنس والريتنشن بتاعه البورسلين فيوزد تو ميتال بنعمل ايه؟ خلينا نقول حاجه حاجه، المفروض ان احنا نزود التيبر ولا نقلل التيبر عشان نزود الريزيستنس والريتنشن؟ نزود التيبر ولا نقلل التيبر؟ نقلل التيبر. طب نطول اللينس ولا نقلل اللينس؟ نطول اللينس، ونحط فيرتيكال جروفز، ونحط اللي هي الخطوط اللي بالطول، او اللي هي الخطوط العرضيه اللي بالطول، اللي هي بيتقال عليها الفيرتيكال جروفز. يعني هنا هو جايب سؤال، هو بيقول لك لو في فراكشر في الامالجام ريستوريشن، يبقى ممكن من الهاي اوكلوزال فورس، ولا امبروبر كافيتي ديزاين، ولا ليس كوندنسيشن اوف امالجام. لا، جايب الكافيتي ديزاين ما عملناهاش صح، يبقى دي هي اللي ممكن تكون اكتر كمان من الاوكلوزال فورس، دي اكتر كمان من الاوكلوزال فورس. طيب هنا كده لو جاب لنا سنه زي دي وقال لنا ده فلوروزز ولا ده اميلوجينيسيس امبرفكتا، ده فلوروزز كده ولا اميلوجينيسيس امبرفكتا؟ ده فلوروزز ولا اميلوجينيسيس امبرفكتا؟
ده كده فلوروزيس، طالما عمل بيتنج للاسنان كده او عمل نقر للاسنان او نقر للاسنان، ده كده فلوروزيس، ده كده فلوروزيس. طيب ده هنا كده ايه السنه لونها مدي على ازرق شويه او لون ازرق شويه، يبقى ده كده هنا ايه؟ ده كده دينتينوجينيسيس امبرفيكتا، ده كده دينتينوجينيسيس امبرفيكتا. اللي بيبقى لونه اصفر الاميلوجينيسيس امبرفيكتا، اللي بيبقى لونه ازرق الدينتينوجينيسيس امبرفيكتا، اللي بيبقى عامل زي النقر او فيه زي النقر ده الفلوروزيس.